المنسق العام يوسف المرزوقي، مقيم الحكام محمود الغطريفي، ومراقب المباراة إشهاب الحراسي. إذا تأتي صافرة حكم المباراة مشاهدينا الكرام يعقوب عبد الباقي. نادي النصر على يمين الشاشة بلونه الأبيض، وصحم على يسار الشاشة بلونه الأزرق المعهود. كيف تكون البدايات؟ من ينجح من الفريقين في الدخول سريعا في جو هذه المباراة؟ معطيات مهمة قد تصنع الفارق مع انطلاقة مباراة بهذه القيمة، وفي شكلها واحدة من يعني أكبر مباريات هذا الدور، رفقة مباراة ظفار وفنجل المنتظر اليوم أيضا، ودور 16 مثل ما تعرفين مشاهدينا الكرام انطلق ظفار وسيب عفوا دور 16 انطلق بالأمس طبعا بمجموعة من المباريات في تكرار لنهاية النسخة الماضية. صور يتجاوز فنجة، هنا كرة عرضية عالية للأمام، محاولة أولى للنصر ولكن تتخلص، تعود مرة أخرى لصالح صحم. سلام إن شاء الله للشموسي، يسقط مصابا في هذه اللحظات. فنعم صور نجح في الفوز على فنجة بثلاثة أهداف مقابل هدف، وبالتالي يتأهل لدور ربع النهائي. النهضة والسويق مباراة كانت كبيرة مثيرة حقيقة، نجح في ختامها النهضة من الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين. نادي عمان تجاوز نادي نزوة بهدفين مقابل هدف، وبالأمس نستطيع أن نقول بأن عبري حقق المفاجأة بفوزه على بهلة بهدفين نظيفين. استكمل طبعا منافسات هذا الدور اليوم وتختتم طبعا بأربع مواجهات، هذه المواجهة الصحن مع النصر، ظفار مع السيب، الشباب مع الرساق، والعروبة مع الخابورة، وبالتالي تكتمل أضلاع دور ربع النهائي من الكأس الغالية للموسم الرياضي 2019-2020. سمير البريكي الآن، محاولة في منتصف الميدان لصالح النصر، فيها صافرة وخطأ يشير على وجود حكم المباراة يعقوب عبد الباقي. خطأ لمصلحة النصر، شايفين التدخل في الكرة الماضية والخطأ المحتسب. كرات الثابتة ما في شك أنها قد تعطي أو تصنع الفارق في مواجهة بهذه القيمة. نصراوية المحاولة مع فاغان أفيزان، هل من خبر أول مع الدقيقة الثالثة من عمر هذا الشوط؟ نصراوية المحاولة عالية وللأمام، ولكن وين؟ وين يا عبد الرحمن؟ غير مركز الكرة الماضية، وبالتالي في رمي تماس لصالح نادي صحم، ما تعامل معها بالشكل المطلوب. نشوف الإعادة مرة أخرى، وبالتالي كرة بتمر في رمي تماس. صحم في رحلة البحث طبعا عن البطولة الثالثة في تاريخها بعد أن كانت الأولى عام 2009 والثاني عام 2016، يتمنى أن يتوج بأغلى الكؤوس من خلال نسخة هذا العام. والنصر يبحث عن بطولة سادسة، كان بطل النسخة قبل الماضية وأولى البطولات على مستوى كأس جلالة السلطان معظم لكرة القدم، كانت في 95 ثم 2000 2002 2005 وآخرها 2018، وتبقى طبعا مباريات الكأس لها حسبة مختلفة تماما عن يعني جدول الترتيب ووضعية الفريقين في بطولة الدوري. نتكلم عن مباراة اليوم، شوطين أصليين وربما تمتد بعد ذلك المباراة في حال التعادل أشواط إضافية وركلات ترجيح، وبالتالي نعرف من يتأهل من الفريقين. أكرم حبريش طبعا بعد استلامه لزمام الأمور مع النصر ورحيل أو إقالة رادان، الوضع بالتأكيد أنه تغير وبشكل كبير بالنسبة للنصراوية. نتكلم عن أربع انتصارات كاملة مع هذا الرجل، واليوم المباراة الخامسة، ثلاث مباريات طبعا، ثلاث انتصارات في الدوري وانتصار في بطولة الكأس في الدور الماضي. هنا كرة فيها محاولة عالية وللأمام، ولكن حالة تسلل يشير على وجود الحكم المساعد الأول حمود الشعيبي، وبالتالي ركلة حرة غير مباشرة لصالح النصر. ركلة حرة غير مباشرة، نشوف الإعادة مرة أخرى لحالة التسلل اللي أشار على وجود الحكم المساعد الأول. لكن يعني النصراوية سعوا أن يستمر معهم أكرم
في المرحلة القادمة، ولكن يعني مثل ما يعرف الجميع أن هذه المباراة الأخيرة لأكرم حبريش مع نادي النصر، على اعتبار أنه مرتبط بعد ذلك بجهة عمله. مثل ما احنا عارفين هو مدرب منتخب شؤون البلاط السلطاني، وبالتالي لن يستطيع أن يكمل المشوار مع النصر فيما تبقى من عمر هذا الموسم. يتمنى أكرم أن يعني يكون الخبر طيب مع المباراة الأخيرة بالنسبة له مع النصر، والفوز اليوم على صحم للمضي قدما في البطولة الأغلى، ولكن يدرك في نفس الوقت بأنه يقابل متصدر دورينا نادي صحم، والذي يواصل عروضه الجيدة بالرغم من التحديات التي يمر بها. رامي تماس الآن، الشموسي، كرة في محاولة، أنور مبارك، تعود إلى فهمي دوربين، غاب طويلا ولكنه يعود ونتمنى أن يعود سريعا لأفضل حالاته. فهمي دوربين، كرة بتعود الآن، نصراوية المحاولة في منتصف ميدان، تتخلص، تعود لصحم، صافرة من حكم المباراة وخطأ لنادي صحم. شايفين البلح لما حاول، ومن ثم الخطأ المحتسب على عمر عادل. كرة بتلعب بشكل سريع، 7 دقائق أولى مشاهدينا الكرام من عمر شوط المباراة الأول في طريقها لأن تنقضي، التعادل السلبي مستمر. كرة بتعود، محمد بلح غير مركزة من جديد إلى سلوفيني روك، نصراوية المحاولة، عبد الله نوح، نصر ما في شك أنه يعني خلال الفترة الماضية افتقد للنصر الحقيقي، لشخصية النصر التي عهدناها في أفضل حالاته. وبالتالي الأمنيات الآن بعد رحيل رادان، في انتظار طبعا من سيخلف أكرم حبريش في الفترة القادمة، أن يوفق الفريق في استعادة اتزانه والعودة مرة أخرى لوضعه الطبيعي. تبقى طبعا الكأس الغالية هي حلم الجميع. رامي تماس موجود الآن، أنور مبارك على تنفيذ هذه الكرة، ملعوبة بشكل سريع، عبد الرحمن الغسان استلام جيد، كثافة عددية موجودة، عبد الله نوح من جديد، انتشار بعرض الملعب للنصر، البحث عن ثغرة تقودهم لمرمى سليمان البريكي، تمريرة للأمام، صافرة وخطأ يشير على وجود حكم المباراة يعقوب عبد الباقي. خطأ على بادي دانييل، شوفوا معالي عادل، لمسة اليد موجودة طبعا وقرار سليم من حكم المباراة. بادي دانييل وموهي جوزيف الليفواريين، طبعا هذا هو أكرم حبريش المباراة الأخيرة مع النصر. موهي وبادي دانييل الفترة الماضية يعني كان في غياب عن التدريبات ومشكلة قيل بأنها مالية، ولكن حلت، وبالتالي يعود مرة أخرى لتمثيل نادي صحن في هذه المباراة المهمة. حرة مباشرة نصراوية الآن، كرة تلعب ولكن البريكي، سليمان يتصدى، تصويبة قوية فعلا وردة فعل جميلة من سليمان البريكي. الكرة الأخطر حتى الآن مع الدقائق الأولى من عمر شوط المباراة الأول، حلوة التصويبة، راحت بهذا الشكل، وكان ممكن حقيقة تأتي أولى الأخبار عن طريق فاقان. كرة بتعود الآن من جديد نصراوية من الجهة اليسرى، حوار يستمر، والكرة أخيرا فيها ركلة مرمى لمصلحة نادي صحم، ركلة مرمى لصحم. شايفين اللقطة الماضية والتدخل اللي كان موجود. عموما كرة بتعود من جديد لصالح نادي صحم. لاحظ انه الجماهير بدأت تتوافد الآن والأعداد تزداد بالنسبة لجماهير صحم. ما في شك انه الجمهور يبقى علامة فارقة. كرة بتعود الآن، سمير البريكي لمصلحة صحم، علي الهاشمي،
حوار يتواصل في منتصف الميدان بين الفريقين. كرة بتعود نصراوية أيضا. روك سلوفيني ماشي في اليمين، عبد المجيد اليحمدي، عودة إلى فهمي على طول إلى غانم الحبشي. يعني أتذكر حديث بن فيربك في مناسبة من المناسبات عن فهمي دوربي، يعني وهو يشيد حقيقة بإمكاناته، يقول بأنه من أهم مميزات فهمي دوربين بأنه يحسن قراءة المشهد جيدا، يتمركز في المكان المناسب في التوقيت المناسب، وهذا الأمر يعني يعتبر من أهم صفاته، بالإضافة طبعا لمميزاته الأخرى. وما زلت أؤكد أنه في انتظار إن شاء الله أن يعود فهمي لحضوره البدني الفني الكامل، لأنه بالتأكيد إحنا بحاجة حقيقة لفهمي في المرحلة القادمة مع منتخبنا الوطني الأول. وقد يحضر أيضا، يعني ما في شك أنه الجهاز الفني يتابع وهو موجود أيضا في القائمة المستدعاة لمباراتي بنغلاديش والهند، وإن شاء الله أيضا لبطولة الخليج، محطات كبيرة منتظرة في هذا الشهر، تصفيات المزدوجة المؤهلة لنهايات كأس العالم قطر 2022 ونهايات كأس آسيا الصين 2023. طبعا قائمة كومن الأخيرة يمكن أبرز مكان فيها عودة عبد السلام عامر وسعد السهيل وسعيد الرزيقي الشلهوب، بالإضافة لحضور زاهر الأغبري. أتمنى إن شاء الله أنه هذه التوليفة تقدم الشكل والإضافة المنتظرة لمنتخبنا الوطني في المباريات القادمة المهمة جدا، وما في شك أنه المرحلة القادمة تتطلب أن يلتف الجميع الحقيقة حول منتخبنا الوطني لأن يأتي بالنتائج المنتظرة المرجوة. صورة كانت على محمد عمر قبل فترة، مدرب نادي الصحم المدرب المصري، قبل المباراة يعني كنت أحاول أن أتحدث معه، ولكن محمد عمر من المدربين اللي ما يفضل الحديث قبل المباريات، تركيزهم الكامل يبقى على المباراة وعلى السيناريوهات المحتملة، الخيارات اللي ممكن يعمل بها. وإلى الآن محمد عمر الحقيقة يقدم عمل كبير مع الصحم في بطولة الدوري، يتمنى أن يتواصل هذا التميز في أغلى الكؤوس كأس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم. أكرم حبريش مدرب النصر في حديثه عن مباراة اليوم أكد بأنها مباراة صعبة، ويعني تبقى مباريات الكؤوس لها خصوصية مختلفة، أضاف بأن الأقل أخطاء اليوم راح تكون فرص أكبر للمضي قدما في هذه البطولة والوصول لدور ربع النهائي. وأكد على نقطة مهمة حقيقة أكرم حبريش، أنه لابد من الصبر اليوم، لابد من الصبر، المباراة يعني ما راح تكون سهلة، قد تكون أيضا مغلقة، نواجه منافس منظم، وبالتالي محتاجين للصبر، محتاجين للصبر، هكذا كان التأكيد من أكرم حبريش اللي أضاف بأنه يعني صحم يبقى اليوم عنده أدوات تساعده بشكل أكبر، تكلم عن عملي الأرض والجمهور، ولكن أكد على ثقته الكاملة في لاعبيه وتركيزهم الكامل اليوم لتجاوز صحم والاستمرار في أغلى الكؤوس. ركلة ركنية الآن لصالح النصر مع الدقيقة 15 من هذا الشوط، عالية وللأمام بالرأس ملعوبة لكن غير مركزة، ما زالت المحاولة مستمرة، أمامية نصراوية ولكن تتخلص في التوقيت المناسب من موهي جوزيف. النصر يواصل ضغطه وصحم ما زال يبعد هذه المحاولات اللي تتخلص وتعود من جديد نصراوية. ضغط نصراوي، هل يسفر عن خبر أول؟ عالية وللأمام، كرة بتعدي بتمور لكن أيضا تتخلص بشكل جيد. أمامية المحاولة، صافرة من حكم المباراة يعقوب عبد الباقي،
وخطأ لصالح النصر مرة أخرى. شوفوا معاي التدخل الماضي، رأس سليم من حكم المباراة أحمد ضاحي، عرقل الغساني وخطأ لصالح النصر من جديد. هل من خبر أول في هذه المباراة؟ النصر الآن كرة بتلعب عالية وللأمام بالرأس، لكن غير مركز، الكرة الماضية تعود فيها ركلة مرمى لصالح نادي الصحن مع سليمان البريكي اللي بصراحة يقدم موسم ممتاز حتى الآن. سليمان البريكي يعني واحد من اللاعبين اللي فعلا صنعوا الفارق لصحن في الجولات الماضية من دورينا وحتى في الدور الماضي من الكأس الغالي. سليمان البريكي يعني نستطيع القول بأنه خبرة السنوات يستثمرها بشكل ممتاز الحقيقة حتى الآن في هذا الموسم مع البدايات. كرة بتعود من جديد، تجاوزت الخطوة وبالتالي فيها رمي تماس نصراوية مع محمد خصيب. محمد خصيب طبعا يعني كان في الفترة الماضية مع أو في صفوف منتخبنا الوطني، ولكن في القائمة الأخيرة لما يستدعى من قبل إيروين كومان المدرب الهولندي اللي يؤكد دائما أنه باب المنتخب يبقى مفتوح لجميع اللاعبين اللي يثبتوا جدارتهم. كرة بتعود الآن من جديد لصالح نادي صحم. الشموسي، عودة مرة أخرى محمد مطر، أو هذا بادي دانييل إلى سمير البريكي، محسن جوهر كرة معه طويلة أمامية إلى شموسي عبد العزيز، السلام البحث عن مساندة مايكل أزخومين النيجيري. صحم الآن بعرض الملعب لكن غير مركز، الكرة الماضية بتعود من جديد لصالح نادي النصر. صافرة من جديد من حكم المباراة وخطأ للنصر. حديث مع موهي جوزيف الإيفواري، يعني عرقلة واضحة تماما وخطأ مستحق لعبد الرحمن الغساني. إذن الخابورة ينجح في التقدم على العروبة بهدف نظيف. المباراة أيضا اللي تتزامن تقريبا مع هذه المباراة، كرة ملعوبة عالية للأمام ولكن عالية تعدي وتمر سلامات. مباراة أيضا يعني كبيرة العروبة والخابورة، خابورة اللي نجح في إقصاء صحار من دور الاثنين وثلاثين من الكأس الغالية، حتى الآن يتقدم على العروبة بهدف. هل يواصل المسير الفريق اللي يعني غاب عن أو بالأحرى الفريق الأول تم تجميده في الموسمين الماضيين، ولكن يعود في هذا الموسم والعودة حتى الآن جيدة بالنسبة لمحبيه. كرة بتعود لصحم للأمام ولكن غير مركز، الكرة الماضية تصل سهلة مع إبراهيم المخيني حارس نادي النصر. كرة ملعوبة الآن ولكن في التوقيت المناسب إبراهيم، غير مركز، الكرة الماضية من أنور مبارك، تعود المحاولة عبد الرحمن ولكن أيضا مبعدة من موهي جوزيف بهدوء يسيطر على الكرة الماضية. تغيير لاتجاه اللعب، كرة بتعدي بتمر فيها رمي تماس لصالح نادي النصر. أكرم حبريش هذا الصورة مدرب الوطني اللي طبعا واحد من أبناء نادي النصر، مثل منتخباتنا الوطنية بجميع المراحل السنية وصولا للمنتخب الأول وخاض بطولتي خليج مع منتخبنا الوطني الأول. مشواره التدريبي بدأ في 2008 أيضا من المراحل السنية بنادي النصر. راح نكمل هذه المحاولة، بلح خذوهات خطر المحاولة ولكن تتخلص في التوقيت المناسب، ما زالت مستمرة تصويبة، ولكن يا الله على كرة حلوة، فكرة جميلة من المايسترو الفنان محسن جوهر، حاول أن يصطاد إبراهيم المخيني ولكن الكرة تعتري العارضة بقليل. شوفوا معاي الإبعاد الأول ومن ثم محسن جوهر قدم يسرى مرعبة الحقيقة للمنافسين.
لكن هذه عالية شوي. عموما من جديد تعود المحاولة، إبراهيم المخيني يرسلها عالية أمامية، كرة بتعود إلى مايكل غير مركزة، تتخلص بشكل ممتاز من عمر عادل. ما زالت المحاولة الآن، ولكن أيضا كرة بطول في اللقطة الماضية على علي الهاشمي، وبالتالي فيها رمي تماس لمصلحة نادي النصر. طبعا اليوم في دكة البدلاء للفريقين، بالنسبة لسحم الدكة موجود عبد الله الفريسي، علي السلامي، محمد البلوشي، مصعب الشرقي، زكريا الشيدي، أحمد البريكي، وهاني القرطوبي. بينما النصر عنده في دكة البدلاء كل من حسن البريكي، فيصل البلوشي، ايدن جونوزوفيتش، وحمد الحبسي، عبد الله بيت فضة، وعبد الله بن رجب، بالإضافة لمسلم عكعك. كرة بتعود من جديد الآن لصالح النصر. مسلم عكعك سجل حضور في غاية الروعة الحقيقة في الموسم الماضي، ولكن الإصابة غيبته لفترة، ونتمنى أن يعود لذلك الألق الكبير الذي كان عليه. احنا دائما نقول هنا بطاقة صفراء طبعا موجودة للاعب عمر عادل. يعقوب عبد الباقي يقول هذه الخطأ الثاني، وبالتالي البطاقة الصفراء الأولى. موضوع الاستمرارية هو المهم في الأمر، يعني اللاعب ممكن يتألق في موسم في فترة من الفترات، لكن من اللي يواصل؟ من اللي يستمر ويثبت أنه فعلا لاعب استثنائي وقادر على مواصلة العطاء المتميز طوال الموسم؟ هنا طبعا يكون التحدي الأكبر والتحدي الحقيقي أيضا. محاولة لصحم ترسل عالية وللأمام، مرت من الجميع، خطأ المحاولة عرضية، لكن وين غير مركزة، وقبل ذلك حالة تسلل يبدو موجودة. عموما كرة بتمر على صحم، كان ممكن من خلالها تأتي أول الأخبار في هذا اللقاء. أو بالأحرى ركلة مرمى، نعم، إبراهيم المخيني على التنفيذ. إلى الآن ما زلنا الحقيقة في انتظار ما هو أفضل من الفريقين، وإحنا يعني في الدقيقة 23 من عمر شوط المباراة الأول. ننتظر المزيد من صحم والنصر في هذا اللقاء الكبير هنا ضمن منافسات دور 16 من كأس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم. كرة الآن تعود من جديد، انطلاقة من الجهة اليمنى الآن، حمد بلح يحاول، ولكن كرة بتعدي وبتمر، فيها ركلة مرمى كما يشير الحكم المساعد الأول حمود الشعيبي. احتجاج من محمد بلح، كان يطالب بركنية، شوف الإعادة مرة أخرى. الله يبدو أنه أنور مبارك هو من لمس الكرة أخيرا. يعقوب في حديث مع روك سلوفيني، يطالب بمزيد من الهدوء. ركلة مرمى، إبراهيم المخيني على تنفيذ. إبراهيم طبعا مباريات الكؤوس وهذه الأدوار الحاسمة الإقصائية بالتأكيد لها حساباتها الخاصة، ويعني من الطبيعة لا نشاهد مستويات فنية كبيرة في هذه المواعيد غالبا، على اعتبار أنه المدربين عندهم حساباتهم الدقيقة، والكل ما يتمنى أن يستقبل هدف أول حتى لا يكون تحت الضغط، ومسألة يعني العمل للعودة من جديد لأجواء المباراة. عموما جوهر الآن تمريرة لمايكل من الجهة اليمنى لجيري، مرة وانطلق يبحث عن مساندة، ولكن على طول تغطية ثنائية وافتكاك للكرة الماضية، وأخيرا خطأ لصالح النصر. شوفوا معاي تدخل في التوقيت المناسب من غانم الحبشي، وخطأ لصالح غانم.
مثل ما قلنا انه صحم يواصل صداره دورينا ب 17 نقطه، صحارياتي ثانيا ب 16، من ثم السيب ب 14 نقطه، وبعد ذلك ظفار وفنجة ب 11 نقطه، مسقط وبهله والنصر ب 10 نقاط، نادي عمان ياتي في المركز التاسع ب 9 نقاط، الرساك عاشرا ب 8 نقاط، ايضا النهضه عنده 8 نقاط في المركز ال 11، وفي المركز ال 12 السويق ب 4 نقاط، والعروبه بنقطه واحده هو ومرباط. هكذا الامور بعد انقضاء الجوله السابعه، تبقى هناك مباراه مؤجله طبعا لظفار ومسقط والنصر ومرباط ايضا. كرة بتعود من جديد لمصلحة صحم من الجهة اليسرى، نقلات بعرض الملعب أمامية، المحاولة مستمرة إلى الآن، إبراهيم المخيني لم يختبر فعليا، كرة ترسل عالية وللأمام، المحاولة خطرة، نتكلم عن الاختبار الأول، يا لها من كرة خطيرة عدت ومرت على صحب، خطيرة جدا، فرصة هي الأخطر للموج الأزرق في شوط المباراة الأول. شوفوا معاي، عرضية عالية رأسية تهادت ومرت من الجميع، سلامات على مرمى النصر، سلامات على مرمى النصر، هي الأخطر لصحب في هذا الشوط. ومن جديد شوفوا معاي مين خلف هذه المحاولات، ما في غير محسن جوهر، الدينامو الحقيقي، المحرك الحقيقي لنادي صحم، عرضية عالية وللأمام ولكن أيضا تتخلص فيها ركلة ركنية حلوة، الكرة الماضية، المباراة محتاجة لكرات بهذا الجمال للفريقين، ركنية نصراوية الآن، الدقيقة 27 من عمر شوط المباراة الأول، التعادل السلبي مستمر. كرة ترسل عالية وللأمام ولكن أيضا تتخلص، تعود نصراوية المحاولة عالية وللأمام غير مركزة، سهلة مع سليمان البريكي، كرة بتعود من جديد لصالح نادي النصر هذه المرة، تغطية واستخلاص من محمد بلح للكرة الماضية ولكن خطأ، محمد بلح يعني ما شاء الله تبارك الله قوة بدنية عالية جدا يتمتع بها هذا المهاجم، وأيضا روح متميزة يعني تراه يقاتل على كل فرصة، على كل كرة متاحة أمامه، وبالتالي من المهاجمين اللي يسببوا قلق دائم للمدافعين. صحيح انه هذا الاندفاع الكبير احيانا يعني يكلف ان يرتكب الكثير من الاخطاء، ولكن نقدر نقول انه مهاجم يضع المهاجمين او يضع المدافعين تحت الضغط دائما. كرة بتعود من جديد لصالح النصر هذه المرة، محاولة بتعود ايضا غير مركزة، تعود لصالح صحم، الموج الأزرق، محاولات تستمر وعمل يتواصل من الجانبين، وحتى الآن لا صحم ولا النصر نجحوا في تسجيل الهدف الأول، عرضية عالية وللأمام أيضا بتمر من الكل، فيها رمي تماس لصالح نادي النصر، رمي تماس للنصر، نصر أعتقد يعني من وجهة نظر شخصية متواضعة بعد رحيل المدرب المصري حمزة الجمل اللي فاز معاهم ببطولة الكأس الغالية للمرة الأخيرة اللي كانت عام 2018 الموسم قبل الماضي، الفريق يعني في ذلك الموسم الحقيقة كان شكله متميز وحضوره طيب فنيا كمجموعة، يعني شاهدنا النصر من بعد رحيله أصبح التغيير في الأجهزة الفنية، الفريق عمل وعمل واجتهد ولكن للآن الحقيقة ما استعاد ذلك الشكل اللي كان مع المدرب حمزة الجمل. صحيح أنه في متغيرات، في أسماء ربما ذهبت، أسماء حضرت، ولكن يعني ما في شك أنه ذاك الحضور كان أفضل بكثير.
إلا أنه الفريق في الجولات الماضية في الأسابيع القليلة الماضية بدأ يستعيد شيء من وضعه الطبيعي. بالتأكيد أنه القادم يحتاج لمزيد من العمل، مزيد من الاجتهاد حتى يعود النصر لوضعه. صح أنبادي بشكل طيب مثل ما ذكرت متصدر لدورينا، لكن المهم أن يحافظ على الأدوات الموجودة معه وهو أعلم بها وأدرى بخباياه. كرة بتعود من جديد الآن لمصلحة صحم من جديد. يعني لما نتكلم عن الأندية، أنديتنا لما تحضر في وضعها الطبيعي، سحار مثلا في هذا الموسم وصحم عندك أيضا ظفار بطبيعة الحال أحد أهم المرشحين السين فنجة بين فترة أخرى لما يعود النصر لو استعاد أيضا وضعية الطبيعية والأندية الأخرى مع هذا الحراك اللي نشاهده أيضا على مستوى الجماهير، أعتقد أنه لدينا مؤشرات طيبة، بس الموضوع محتاج إلى عمل أفضل بطبيعة الحال. كرة بتعود من جديد إلى مايكل، سمير البريكي، موهي جوزيف عالي أمامية أيضا تتخلص الكرة الماضية بتعود نصراوية. البحث عن مرتدة سريعة، لكن شايفين معاي الكثافة العددية الدفاعية من لاعبي صحب، بالرغم من أنه الكرة يعني كانت خاطئة ولكن التمركز كان جيد وبالتالي افتكار جيد للكرة الماضية، محاولة بناء هجمة أخرى من جديد. إلى الآن بصراحة الجماهير تسجل حضور طيب هنا في مجمع صحار الرياضي. تمريرة أمامية ولكن سهلة في يد حارس المرمى إبراهيم المخيني. حضور طيب وتفاعل جميل من جماهير صحم، ومثل ما ذكرت أنها يعني من حسن حظ صحم أن القرعة وضعته هو المستضيف لهذه المباراة. المباراة طبعا راح تكون من مباراة واحدة، الذهاب والإياب راح يبدأ إن شاء الله من الدور القادم من الربع النهائي وفي نصف النهائي أيضا، وبالتالي اليوم لابد من فائز وعابر للدور ربع النهائي من أغلى الكؤوس كأس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم. رمي تماس لصحم تلعب بشكل سريع، حاولت المرور لكن أيضا تتخلص وتعود لصالح النصر من جديد. شايفين جماهير صحم التي تؤازر وتدعم الفريق وتنتظر أول الأخبار في هذا اللقاء الكبير، وكذلك أيضا جماهير النصر التي تحضر. طبيعي أنه يعني بحكم بعد المسافة بين صلالة ومسقط أو عفوا صحار لا نشاهد حضور جماهيري كبير من جانب جماهير النصر، ولكن هنالك مجموعة تحضر ويعني تذهب مع الفريق أينما حل وارتحل وتنتظر أيضا خبرا سارا من النصر في مباراة اليوم. كرة من جديد فيها محاولة تصل الجهة اليمنى نصراوية مع اقترابنا من آخر 10 دقائق من عمر شوط المباراة الأول. كرة بتعود العروبة أيضا يعدل الكفة 1-1 مباراة العروبة والخابورة. كرة بتعود من جديد يعني الأندية اللي إلى الآن ما تسير بشكل جيد في بطولة الدوري أو حتى في دوري الدرجة الأولى بالتأكيد أنه يعني تبقى هذه الكأس هي البطولة الاستثنائية واللي يعني ترى فيها الأندية الأمل الكبير والحلم الكبير في كل موسم، بالتالي يبقى التركيز على مباريات هذه البطولة بشكل كبير جدا. ويعني ما في شك انه في السنوات الماضية يعني كانت هنالك نماذج لفرق من دوري الدرجة الأولى نجحت في الفوز بكأس جلالة السلطان معظم لكرة القدم وتفوقت على أندية في دوري عمان تل أو دوري الأضواء عموما.
وبالتالي الكل يبحث ويتمنى أن يحافظ على كامل آماله في الوصول لأبعد نقطة ممكنة في هذه البطولة الغالية. هنا نقلة للأمام ولكن سهلة مع إبراهيم المخيني. سهلة مع إبراهيم حارس اللي يعني نستطيع أن نقول بأنه مستقبل الحراسة بالنسبة لنا في سنوات قادمة بإذن الله تعالى. ما في شك أنه يعني يبقى وجود الأمين علي الحبسي وفايز الرشيدي حاليا كحارس أساسي ومعاهم إبراهيم. هنا محاولة خطرة للأمام ولكن صافرة وخطأ. شوف الإعادة مرة أخرى للكرة الماضية والخطأ المحتسب لموهي جوزيف المدافع الإيفواري. بالمناسبة يعني بصراحة أجانب صحن يعطوا الإضافة. يعني كنا نتكلم عن موهي جوزيف، عن بادي دانييل، حتى عن مايكل النيجيري، لاعبين يقدموا الإضافة. كرة بتعود من جديد. طبعا محمد بلح احنا نعتبره واحد منه فينا، ابن فلسطين، المهاجم المتميز، صاحب الامكانات الهجومية المتميزة. هنا محاولة خطرة ممكن جول، بلح حطها، الله، جول الأول فعلها الفنان الفلسطيني محمد بلح، يأتي بأول الأخبار لصالح الموج الأزرق. الله 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 الله، الضربة الأولى في اللقاء الكبير تحرك مدرجات صحب. يا سلام يا سلام يا سلام، كرة جميلة يأتي من خلالها صحب بأول أهداف اللقاء. حلوة اللعبة وجميل أنت يا محمد بلح، رأسية متقنة، نعم، تأتي بالخبر الأول وبالتالي 1-0 لصالح صحم. شوفوا معاي الابتكاك الجميل، التصويبة حاول فيها المخيلي في الأولى ولكن على طول ثبتها محمد بلح، ثبتها محمد بلح، ما مشت مع الهاشمي ولكن خلصها محمد، وبالتالي الهدف الأول، الهدف الأول لصالح صحم. 1-0 1-0 والمباراة نستطيع أن نقول بأنها تبدأ فعليا الآن، تبدأ فعليا الآن. صحم سيعمل للحفاظ على هذا الهدف والنصر للعودة من جديد. كرة بتعود الآن إلى أنور مبارك، أمامية، محاولة على طول، عبد الله نوح تصل من جديد، أنور مبارك يحاول يمر، تغطية موجودة والكرة ما زالت حائرة في منتصف الميدان. تعود لروك لكن بالنسبة لصحم ومدربه محمد عمر بالتأكيد أنه توقيت الهدف ممتاز، خاصة لو نجح الفريق في الحفاظ عليه قبل أو حتى نهاية هذا الشوط، وبعد ذلك يكون الحديث من المدرب محمد عمر مع اللاعبين لما هو قادم في شوط المباراة الثاني. لكن النصراوي بالتأكيد يتمنى يعدل الكفة قبل نهاية هذا الشوط، وبالتالي المؤشرات تقول بأن القادم بإذن الله راح يكون جميل في هذه المباراة. حمد مطر الآن كرة معاه، تعود من جديد لصالح صحم، بادي دانييل ماشي في اليمين، حمد مطر للأمام، المحاولة مستمرة ولكن أيضا تتخلص. نقلة من جديد إلى مايكل، حمد بلح يحاول يحصلها، كرة معاه لكن أيضا تتخلص. كنا نشيد لمحمد بلح وإمكاناته وعلى طول أتى بالهدف الأول في هذه المباراة. رامي تماس لصحم، أمامية المحاولة، تعدي وتمر لكن أيضا تتخلص، وتعود المحاولة من جديد
لمصلحة النصر. هل يعود النصر سريعا ويعدل الكفة؟ راح نشوف المحاولة خطيرة، نقلة للأمام، هذه خطرة ممكن المرور. خصيب مروة تقدم، ولكن حالة تسلل على عبد الرحمن الغساني، وبالتالي ركلة حرة غير مباشرة لصالح صحب. شوفوا معاي، فعلا قرار سليم من الحكم المساعد الثاني سمح الهنائي. تفاعل جميل من الرابطة ومهاجرة كبيرة لصحب بعد التقدم بأول الأهداف. حمد مطر الآن، بادي دانيال تتخلص الكرة بشكل جيد، تعود نصراوية للأمام. المحاولة خصيب، كثافة عددية موجودة حقيقة من لاعبي صحم، وبالتالي ما زالت هنالك صعوبات كبيرة بالنسبة للنصراوية للوصول لمرمى سليمان البريكي، وهذه المنظومة ربما تصبح أكثر قوة ومتانة في الوقت القادم من عمر المباراة في ظل التقدم المسجل بأول الأهداف. كرة بتعود جوهر على طول عالية وللأمام، البحث عن رأسية لكن سهلة تصل مع إبراهيم المخيل. ما شاء الله تبارك الله محسن، يعني مهندس منتصف الميدان بالنسبة لصحب حقيقة، لاعب استثنائي. هنا محاولة من جديد تتخلص وتعود، من نوعية اللاعبين اللي زملائه يبحثوا عن محسن في الملعب. دكة بدلاء صحب موجودة أمامه طبعا، يعني ببساطة متى ما صعبت الأمور وضاقت الحلول ابحث عن جوهر، والكرة لابد يعني في كل هجمة في كل بناء لابد أن تمر بمحسن جوهر. وجوده بغض النظر عن الجانب الفني اللي متفقين عليه دكة بدلاء النصر أيضا، لكن معنويا بالتأكيد أنه وجود محسن جوهر يعطي المجموعة يعني دفعة معنوية كبيرة. وجود اللاعب القائد للمنظومة بشكل عام في الفريق على أرضية الميدان، مع وجود قائد آخر بحجم وقيمة سمير البريكي من يحمل شارة القيادة، لكن نتكلم عن قيادة الأمور فنيا في أرضية الميدان. عموما كرة بتعود من جديد لصالح النصر. نقترب مشاهدينا متابعينا الكرام من آخر دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي لشوط المباراة الأول. صحب متقدم بهدف نظيف عن طريق محمد بلح على حساب النصر في دور 16 من كأس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم. عرضية أمامية ولكن أيضا تتخلص، محاولة مستمرة تبعد، هل من تصويب؟ نعم التصويب تحضر لكن عالية وبعيدة الكرة الماضية من اللاعب عمر عادل. فيها ركلة مرمى لصالح النصر أو صحم عفوا. كرة تعود الآن، محمد مطر نقلة من جديد لصالح صحم مع المدافع موهي جوزيف، غير مركز الكرة الماضية، وبالتالي فيها رمي تماس لصالح النصر. محمد عمر مثل ما ذكرت أنه سيناريو ممتاز بالنسبة لهذا المدرب، هدف أول يأتي تقريبا مع الدقائق الأخيرة من عمر شوط المباراة الأول، وبالتالي وضعية جيدة. يبقى الأمر في قراءة القادم ويعني الحفاظ على هذا الهدف أو تعزيزه بأهداف أخرى. النصر صحيح راح يكون تحت الضغط، ولكن إمكانية التعويض ما زالت قائمة وقائمة بشكل كبير أيضا، لأن هنالك متسع من الوقت، إلا أنه هل يمتلك الأدوات والمقدرة للعودة من جديد؟ هذا هو السؤال، وما في شك أنه الإجابة عند المدرب أكرم حبريش. شوف الدفع في الكرة الماضية وبطاقة صفراء طبعا مستحقة. هنا العرضية للأمام ولكن أيضا تتخلص، تعود من جديد، كرة بتعدي بتمر، فيها رمي تماس لصالح النصر. راح نشوف الوقت المحتسب كوقت بدل ضايع
واللي راح يقدره حكم المباراة يعقوب عبد الباقي. من جديد لأنور مبارك، عالية وللأمام، البحث عن عبد الرحمن غساني، الكرة مرت من موهي جوزيف، تعود لصالح محمد مطر. إذا دقيقة واحدة محتسبة كوقت بدل ضايع لهذا الشوط. شوف الإعادة للكرة الماضية، محمد مطر يعني لقطة كان ممكن أن تسبب مشكلة للصحم، طالبات بلمسة يد على اللاعب موهي جوزيف. عموما كرة بتعود للأمام، البحث عن محمد بلح ولكن تتخلص، تعود من جديد مع عبد الله نوح إلى سلوفيني روك، ماشي على طول في اليمين إلى عبد المجيد اليحمدي، أمامية محاولة نصراوية، خصيب يحاول لكن تغطية موجودة من أحمد ضاحي، الكرة بتعدي بتمر فيها ركلة مرمى لصالح نادي صحم، تأتي معها صافرة حكم المباراة يعقوب عبد الباقي، ونهاية شوط المباراة الأول مشاهدينا متابعينا الكرام من هذا اللقاء الذي يجمع صحم والنصر بتقدم نادي صحن بهدف نظيف سجل محمد بلح عن طريق رأسية، وبالتالي شوط أول يخرج من خلال صحن بالمهم في انتظار الشوط الثاني وقراءات المدربين أيضا وتعاملهم مع شوط الحسم إن لم تكن هنالك أشواط إضافية وركلات ترجيح. عموما مشاهدينا الكرام تعود الكلمة من جديد للزميل العزيز بدر الغيث. جزيلا شكرا جزيلا للزميل العزيز بدر الغيثي ولضيوفك الكرام في الاستوديو الكابتن فهد العريمي والكابتن محمد اسماعيل. عوده مجدده مشاهدينا متابعينا الكرام لشوط المباراه الثاني لهذا اللقاء الذي يجمع نادي صحن بنادي النصر ضمن منافسات دور 16 لكاس جلاله السلطان المعظم لكره القدم للموسم الرياضي 2019-2020. الشوط الاول تركناه ينتهي بتقدم صحن بهدف نظيف سجله محمد بلح، وبالتالي في انتظار شوط ثاني مثير بإذن الله من الجانبين. نذكر بتشكيلة الفريقين، نبدأ مع الفريق المستضيف نادي صحم، حراس المرمى لسليمان البريكي، طبعا محمد عمر المدرب المصري لم يجري أي تغيير على التشكيلة التي بدأت المباراة، أسلوب اللعب 4-4-1-1، خط الدفاع من الجهة اليمنى لليسرى عبد العزيز الشموسي، محمد مطر الإيفواري، موهي جوزيف وأحمد ضاحي كظهير أيسر، في الارتكاز الثنائي سمير البريكي وبادي دانيال الإيفواري، على يمينهم علي الهاشمي وعلى يسارهم مايكل النيجيري، أمامهم طبعا محسن جوهر وفي المقدمة محمد بلح كمهاجم صريح. كذا الحال بالنسبة للمدرب أكرم حبريش المدرب الوطني مدرب نصر، يستمر بنفس الأسماء، حراس المرمى لإبراهيم المخيني، أسلوب اللعب 4-3-3، خط الدفاع من الجهة اليمنى لليسرى عبد المجيد الأحمدي، فهمي دوربين، غانم الحبشي، أنور مبارك، ثلاثي الارتكاز سلوفيني روك، عمر عادل، عبد الله نوح، على يمينهم محمد خصيب، على يسارهم اللاعب فاجان أفيزان، وفي المقدمة عبد الرحمن الغساني كمهاجم صريح. ذكر طبعا بغيابات النصر، يغيب عنهم اليوم الانجليزي جوردن، بينما يغيب عن صحم كل من خليفه الجهوري بسبب الاصابه وخليل كحالي وشهاب المعمري بسبب ارتباطهم بعملهم. شوط اول اذا مثل ما ذكرنا سابقا بالنسبه لصحم ممتاز على اعتبار انه نجح في التقدم في نهايه الشوط بهدف، وبالتالي يبقى عنده افضليه التقدم بهدف وعاملي الارض والجمهور ايضا. النصر الآن ربما يكون تحت الضغط ولكن ما زال هنالك متسع من الوقت للعودة من جديد، تفكير من أكرم حبريش بالتأكيد موضوع التعديل أولا وبعد ذلك لكل حادث حديث. كرة تعود من جديد لصالح النصر مع سلوفيني روك، تعود مرة أخرى الآن في نص الملعب مع عمر عادل، ماشي في اليمين الآن انطلاقة من عبد المجيد اليحمدي إلى موهي جوزيف، نقلة من جديد مستمرة لصالح النصر هذه المرة،
مثل ما ذكرت النصر ويعني فوز بالكأس الغالية في 5 مناسبات، يبحث عن البطولة السادسة في تاريخه، رقم كبير بطبيعة الحال، ولم يأتي من فراغ ولكن أتى بعد عمل كبير، بعد نجوم كبار مروا في تاريخ هذا النادي الكبير. ولكن الآن الموسم هذا الفريق يعمل ويأمل، هنا عالي وللأمام، ولكن سهلة مع سليمان البريكي. يعني الدوري يبقى الموضوع في من التحدي الشيء الكثير في ظل وجود أكثر من منافس لديه من الأدوات والإمكانات والجاهزية أيضا لهذا الموسم، وبالتالي قد يرى النصراوية بأنه الكأس الغالية تبقى يعني البطولة الأهم والتي يجب أن يكون التركيز عليها بشكل كامل في هذا الموسم. كرة بتعود مرة أخرى، محاولة لصحن متصدر دورينا حتى الآن يثبت أفضليته ويتقدم على نادي النصر. كرة بتعود من جديد، جماهير صحن بطبيعة الحال سعيدة بهذا التقدم وتواصل هذا الدعم الذي بدأ منذ بداية هذا اللقاء. سمير البريكي الآن، خبرة السنوات أيضا لهذا اللاعب بالتأكيد أنها تعطي الإضافة في منتصف الميدان. مايكل نيجيري حاول يمور مانتومان، نقلة لصحم ولكن تتخلص صحم، وكأنه يفكر في تسجيل هدف ثاني، يعني يضمن من خلال النتيجة بشكل أكبر. نتيجة 1-0 بالتأكيد بأنها غير مطمئنة، والنصر قد يعود في أي لحظة. لكن بأمانة يعني مايكل وموهي جوزيف وبادي دانييل ومحمد بلح لاعبين يعطوا الإضافة لصحن في هذا اللقاء، لاعب يعني تأتي به لأن يقدم لك إضافة حقيقية، وفعلا هذا يحدث حتى الآن بالنسبة لنادي صحن. كرة بتعود، عبد الله نوح إلى منتصف الميدان، ماشي المحاولة الآن، هل يعود النصر سريعا أم يواصل صحم تقدمه؟ كرة في محاولة من جديد للأمام لكن تتخلص، أشعر بأن هنالك هدف آخر قادم، لكن لمن راح نشوف تمريرة للأمام، ولكن هنالك سقوط، حكم المباراة لا يشير على وجود شيء. سلام إن شاء الله لمحمد بلح وللاعب النصر. نبقى مع السلام السلطان للنفوس يفتح. عمان الحبيبة الغالية تحتفل وتحتفي في هذه الأيام بنوفمبر المجيد وبالعيد الوطني 49 المجيد، ترفع هذه الصورة الغالية على قلوبنا جميعا، صورة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه وأدامه عزا وفخرا لوطننا الغالي عمان. 49 عاما من الأمن والأمان والسلام وبناء الإنسان وبناء مجتمع بقيمة كبيرة جدا، حفظ الله بلدنا الغالي عمان وقائد نهضتنا الحديثة وهذا الشعب الأبي. أجواء احتفالية رائعة للغاية هنا في مجمع صحار الرياضي، وهذه الصورة شاهدناها أيضا بالأمس في ملاعبنا، الكل يحتفل والكل سعيد وفرح في هذه الأيام النوفمبرية الجميلة. نوفمبر يطل علينا كل عام ونستذكر فيه حقيقة النجاحات التي تتحقق على كافة الأصعدة، ولنا جميعا أن نفخر ونفاخر الحقيقة بانتمائنا لهذا الوطن الغالي. حفظ الله عمان وباني نهضتها الحديثة، وحفظ الله لنا هذه المحبة وهذا الترابط والتلاحم وهذا المجتمع الأبي الرائع. العماني أينما حضر أينما ذهب تبقى له قيمة خاصة استثنائية، وهذا لم يتحقق طبعا من فراغ، ولكنه أتى بعد عمل كبير جدا وفي ظل قيادة حكيمة. عموما يعني ما في شك أنه أيضا
الرياضيين وبالتحديد في مجال كرة القدم الكل يعيش التفاصيل، تفاصيل الفرحة والمناسبة الغالية من خلال مباريات كأس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم، والقيمة الكبيرة جدا جدا التي تتمتع بها هذه البطولة في قلوب الجميع. ومثل ما ذكرت مرارا الحقيقة منذ بداية هذه المباراة بأنه الجميع يتمنى أن يترك بصمة، أن يترك بصمة حقيقية وأن يتوج بالكأس الغالية. ما أجمله من نجاح في مشوار أي رياضي أن يفوز بهذه الكأس، تظل محطة مضيئة في مشواره على الدوام، كان لاعبين، كان أجهزة إدارية، أجهزة فنية، أو حتى حكام يتواجدوا في المباريات النهائية مثلا لهذه الكأس الغالية. عود من جديد للمستطيل الأخضر، وصحم ما زال متقدم بهدف نظيف عن طريق محمد بلح، كرة ترسل عالية وللأمام. مدرب اللي يصنع لك الفارق بكل أمانة محمد عمر، الله على مدرب كبير والله بأمانة. يعني هذا الرجل مهما قلنا فيه من كلمات قد لا نوفي حقه. أتذكر جيدا وضع صحم مع نهاية الموسم الماضي والفريق عندما كان مهددا بالهبوط، أتى هذا الرجل نجح في إعادة توازن الفريق من جديد، والآن يبدأ في هذا الموسم مع صحم يستكمل عمله الجيد من الموسم الماضي، وإلى الآن يتصدر دورينا. محمد عمر، تحية تقدير حقيقة لهذا المدرب المخضرم، المدرب المصري صاحب 61 سنة، ويعني بالتأكيد أنه خبرة السنوات الطويلة كان مع الأندية المصرية، حتى أيضا في الأردن، وحتى مع أحد الأندية السعودية، ومع صحم بالتأكيد أيضا مع منتخب مصر العسكري، والفوز ببطولة العالم العسكرية في مناسبتين، وصيف البطولة أيضا العسكرية في مناسبة، كلها محطات متميزة لهذا الرجل. وحتى عندما كان لاعبا أيضا قاد منتخب مصر لقرابة 10 سنوات وفاز معه ببطولة أمم أفريقيا في مناسبتين، وبالتالي بالتأكيد أنه سنوات من العمل الكبير، تجربة كبيرة جدا، محطات مختلفة متنوعة مر بها هذا المدرب، وكل هذه التجارب عصارة عمل السنوات وخبرة السنوات بالتأكيد أنه يقدمها لصحم في هذه المرحلة. وحتى الآن الفريق يسير بشكل جيد، ولكن أؤكد بأنه دائما اليد الواحدة لا تصفر، بمعنى أنه هنالك أيضا جوانب أخرى من العمل لابد أن تحضر وتتوازى في إمكاناتها وطبيعة عملها مع العمل الفني الذي يقوم به محمد عمر حتى تتحقق الصورة بشكلها الكامل المرجو بالنسبة لمحبي وعشاق نادي الصحم. هنا محاولة، ولكن لمسة يد موجودة. المتميز لابد أن نعطيه حقه، لابد أن نشيد به ونشيد بعمله. محمد عمر الحقيقة إلى الآن يقدم بشكل جميل جدا مع نادي الصحن، بالرغم من كل التحديات التي يمر بها منذ بداية الموسم، ولكن إلى الآن ما زال مسيطر على الأمور بشكل جيد ويقود الفريق بشكل متميز. لكن بالتأكيد أنه القادم أصعب، القادم محتاج لنفس أطول، محتاج لي أيضا خيارات موجودة على مستوى دكة البدلاء تعطي الإضافة للفريق في الأمتار الحاسمة من عمر الموسم. عرضي عالي للأمام يا محمد، الله على رأسية، كان ينقصها شيء من الدقة. المهاجم المزعج، نعم، الخطير المؤثر باستمرار محمد بلح، كان خلف المحاولة الماضية، شايفين الرأسية، تغيير نصراوي في هذه اللحظات من نزول حمد الحبسي وخروج اللاعب فاغان أفيزان، التغيير الأول في المباراة. أكرم حبريش يفكر في العودة سريعا للتعادل، نقترب من النصف ساعة الأخيرة من عمر الوقت الأصلي لشوط المباراة الثاني. هل يواصل صحم تقدمه ويحسم الأمور ويعبر إلى دور ربع النهائي، أم يعود النصر مرة أخرى ويسجل التعادل؟ راح نشوف. يبدو بأنه يشكو من إصابة بقانا فيزان،
سليمان البريكي، ركلة ركنية نصراوية. الدقيقة 59، النصر ما زال يأمل في العودة من جديد. عالية وللأمام بالرأس، مش ممكن. الله على كرة خطيرة، كيف مرت يا عبد الله نوح؟ يا لها من كرة حركت نعم مشاعر النصراوية. كان ممكن، كان ممكن يعدل النصر الكفة ويعود بالتعادل. يا لها من كرة، شوفوا معاي، عالية راسية قوية تعتلي العارضة بقليل، مرت سلامات على مرمى سليمان. نعم مرت سلامات، النصر كاد أن يعدل الكفة. تعود المحاولة الآن إلى سليمان البريكي، كرة ماشية في اليمين، محمد مطر، مايكل، محاولة صحماوية صافرة وخطأ يشير على وجود حكم المباراة يعقوب عبد الباقي. شوفوا معاي، لكن مباراة حلوة، مباراة حلوة في الشوط الثاني. أشعر بأنه يعني هنالك رغبة أكبر من الجانبين. النصر بطبيعة الحال يعني يطمح للتعديل، لكن صحم ما تراجع بشكل كبير، بالعكس فريق يلاحظ أنه بين فترة وأخرى يشكل خطورة وأيضا قريب من تسجيل هدف ثاني. مؤشرات طيبة لقادم أجمل في هذه المباراة. بطاقة صفراء الآن تظهر في وجه اللاعب موهي جوزيف، اللاعب الإيفواري، قلب دفاع نادي صحم. تدخل آخر مع عبد الرحمن الغساني. رقابة لصيقة، يعني عبد الرحمن الغساني اليوم تحت السيطرة، إنجاز التعبير، متابعة مستمرة. وهذه كرة فيها محاولة خضراء، استلام جيد، خصيب يحاول لكن تتخلص، تعود للغساني من جديد، محاولة نصراوية ولكن أيضا الإبعاد يأتي في التوقيت المناسب. كرة فيها رمي تماس أو ركلة ركنية، تلعب بشكل سريع، المحاولة لصالح النصر ولكن تتخلص، ما زالت قائمة، تصويبة، جول! النصر يعود، الملكي يعود، تصويبة قوية تسكن مرمى البريكي. 1-1، 1-1، عاد النصر، عاد النصر، المباراة من جديد تعود إلى نقطة البداية. هدف لهدف، راح نشوف الإعادة للهدف النصراوي الجميل الذي يحضر نعم ويعدل الكفة مرة أخرى. السلوفيني روك، السلوفيني روك، تصويبة يبدو بأنها لامست أحد المدافعين وتسكن مرمى البريكي. نعم 1-1، 1-1، النصر لا يرمي المنديل، النصر يعود مرة أخرى ويعدل الكفة في هذا اللقاء الكبير. 1-1 مع الدقيقة 61 من عمر المباراة. قلنا بأنه هذه النتيجة غير مطمئنة والنصر قد يعود، فعلا فعلا يحدث ذلك، وبالتالي ننتظر القادم في هذه المواجهة. ضغط ممتاز، افتكاك نصراوي، محاولة خطرة، ممكن الغساني الآن، الثاني للنصر، خذوا هات، ولكن وين يا رجل، وين يا رجل، بعيدة تماما يا الغساني. كرة بدون عنوان، كرة بدون عنوان، فرصة بهذه الخطورة كيف مرت؟ غير متقنة التمريرة لعمر عادل، وبالتالي فرصة الهدف الثاني بتضيع على النصر، بتضيع على النصر. الكرات اللي مثل هذه الكرات ما تتاح لك باستمرار في هذه المواعيد. لذلك يعني موضوع استثمار الفرص هذه مهم جدا لتحديد هوية الفريق اللي ممكن يعبر للدور القادم من الكأس الغالية. كرة بتعود من جديد، عالية وللأمام، الغساني عبد الرحمن حاول يمر لكن ايضا تتخلص. ركلة مرمى موجودة الان لمصلحة نادي صحم، ملعوبة بشكل سريع، عروبة اذا بعد ان كان متأخر بهدف ينجح بالتقدم بهدفين على حساب الخابورة.
المباراة ما زالت مستمرة، والعروبة حتى الآن هو من يعبر للدور ربع النهائي. كرة بتعود من جديد لصالح نادي صحم. رمي تماس الآن لصحم، مؤازرة جماهيرية تتواصل لصحم، والكرة الآن موجودة تعود مرة أخرى لمصلحة النصر. عبد الرحمن غساني غير مركز الكرة الماضية، فيها رمي تماس لصحم. طبعا الدور هذا يختتم بمواجهتين، دور 16 في هذا المساء. نذكر بأن هنالك لقاء كبير مرتقب، مباراة ظفار مع السيب الساعة 7:45 دقيقة، وفي نفس التوقيت أيضا مباراة الشباب مع الرساق. الآن مرور وتقدم من مايكل النيجيري، يحاول لكن كرة تتخلص فيها رمي تماس. رمي تماس لصالح صحم. الآن يعني هل يندفع صحم أكثر للهجوم ويفكر في حسم الأمور قبل الذهاب للأشواط الإضافية؟ إذا فعلا لاحظنا وحدث هذا، كيف يستثمر أكرم حبريش المساحات اللي ممكن يتركها صحم يعني اصطياد هجمة مرتدة خاطفة مثلا وتسجيل هدف ثاني يقربهم من الانتصار في هذا اللقاء؟ راح نشوف قراءات المدربين وتعاملهم مع الوقت الأصلي المتبقي من عمر شوط المباراة الثاني، ونتكلم عن قرابة 25 دقيقة. ركنية لصحم الآن عالية وللأمام، رأسية موجودة. يا الله يا الله على محمد، من جديد يظهر ويشكل خطورة، لكن كرة بتمر سلامات على مرمى النصر. شوفوا معاي الكرة العالية الجميلة، هذا هو أكرم حبريش. يعني نجح في المهمة بصراحة في الشوط الثاني، مسألة أنه يعدل النتيجة مرة ثانية هذا كان تحدي بالنسبة للنصر، نجح فيه. وأعتقد أنه معنويا ربما تكون وضعية لاعبي النصر أفضل من لاعبي صحم. يبقى أمر الهدوء وقراءة الوقت القادم بشكل جيد من عمر هذه المباراة. ومرة ثانية أنا أرجع لنقطة مهمة ذكرها أكرم، مسألة الصبر. فريق اللي حاب يفوز اليوم ويعبر لابد أن يكون صبور، وبالتأكيد يستثمر أيضا المواقف اللي ممكن يعني يسجل من خلالها أفضل. لاحظ أن النصر فعلا غير مستعجل، نجح في التعديل لكن ما زال القادم أصعب. جماهير الفريقين تؤازر، وبالتأكيد الحضور الجماهيري بالنسبة لصحم أكبر على اعتبار أنه صحم من يستضيف هذه المواجهة. وشوف الإعادة لهدف التعادل الجميل حقيقة، تصويبة من سلوفيني روك، وكرة تغالط سليمان البريكي، وبالتالي هدف لهدف. عمر عادل بالسلامة إن شاء الله، يبدو بأنه يشكو من إصابة. محمد عمر وحديث مع مساعده، تفكير في الخيارات الحلول التبديلات اللي ممكن يلجأ لها في الوقت القادم من عمر المباراة. ما في شك أن المدربين يعني عندهم أمور كثيرة يقرؤوها يتابعوها يحللوها يبحثوا لها عن حلول أيضا. عموما كرة بتعود أحمد ضاحي في نص الملعب، ماشي المحاولة بادي دانييل إلى سليمان البريكي، ماشي المحاولة إلى عبد المجيد اليحمدي، سليمان من جديد صحم، ومحاولة بناء هجمة بشكل جيد، نقلة للأمام، إبعاد على مرتين غساني، و يعني الغساني من جديد يفقد الكرة بسهولة.
هو المحطة الهجومية المهمة الآن بالنسبة للنصر، وبالتالي يفترض أنه الكرة ما يفقدها بهذه السهولة، خاصة في يعني موضوع الهجمات المرتدة. يا سلام يا سلام بادي دانيال، لما نتكلم عن قيمة اللاعبين اللي تعاقد معهم صحن. كرة الآن تنقل للأمام إلى شموسي، مروة قدم، خطر المحاولة، شموسي ممكن جول، إلى محمد الشموسي، خطر من جديد المحاولة، صحماوية تستمر ولكن تغطية دفاعية نصراوية، الكرة مستمرة إلى من في الجهة اليسرى، لا أحمد ضاحي، هل من عرضية عالية للأمام، مرت الكرة الماضية وبالتالي فيها ركلة ركنية لصالح نادي صحم، ركنية صحماوية مع الدقيقة 69 من عمر هذه المواجهة، تلعب بشكل سريع إلى جوهر مايكل، الآن محسن تلعب للأمام، المحاولة صحماوية مستمرة، تصويبة من بعيد، لكن وين الكرة الماضية بعيدة تماما، فيها ركلة مرمى لصالح النصر. شوفوا معاي نقلة الماضية، عرضية من ضاحي أو بادي دانيال كان خلف العرضية الماضية، من جديد ترسل المحاولة عالية وللأمام، موهي جوزيف، كرة بتعود لصالح صحم، حاولة المرور والتقدم، محسن مرة وتقدم وانطلق يبحث عن مساندة، ما زالت الكرة معاه، فيها ركلة ركنية، 20 دقيقة تقريبا تتبقى على نهاية الوقت الأصلي لشوط المباراة الثاني، هنالك متسع من الوقت وكرة عرضية أمامية تلعب من جديد لصحم الأب الرأس، ولكن المخيلي إبراهيم يتصدى، يبعد في توقيت المناسب، رأسية كانت جميلة، صحم يواصل الضغط، الكرة بتعود إلى محسن جوهر مرة ثانية، عالية وللأمام، مرت المخيلي يبعد، وبالسلامة بالسلامة لإبراهيم، صحم يشكل خطورة بالغة وبطاقة صفراء على اللاعب علي الهاشمي، بالسلامة إن شاء الله لإبراهيم. شوفوا معاي الإعادة، الكرة العالية والاندفاع الموجود من الهاشمي علي وتدخل مع إبراهيم، بالسلامة بالسلامة بالسلامة، إن شاء الله تكون بسيطة ويكمل اللقاء مع الزملاء والرفاق، كل متحمس وكل يعني مندفع حاب يكسب، لكن يعني نزيد من الحذر يا شباب، ما ودنا بتدخلات مؤثرة لا قدر الله، وإن شاء الله أن يقوم الجميع مشافة معافى. هنا كرة جوهر الأولى، حاول يصطاد الزاوية القريبة، رأسية جميلة حقيقة كانت أيضا من مايكل، توقف اللعب قليلا، إذا تغيير يعني الجديد الذي طرأ على المسابقة في نسخة هذا العام، بأنه كرة الدور 32 كانت موجهة بحيث أنه أندية دوري عمان لا تتقابل مع بعضها البعض، وهذا ما جرى فعلا، ولكن أندية دوري الدرجة الأولى والبعض منها أثبت جدارته ونجح في أن يقصي ممثلي أو بعض أندية دوري عمان، وبالتالي هذا الأمر يؤكد حقيقة أنه دائما مباريات الكأس لها حساباتها الخاصة، لها معطياتها الخاصة. مسلم عكعك يجهز للنزول، توجيهات من أكرم حبريش، هل ينزل بديلا لعبد الرحمن الغساني؟ أتوقع ذلك، اللي إذا كان أكرم يفكر في حسم الأمور قبل الذهاب للأشواط الإضافية. عموما تعود الكرة من جديد الآن لمصلحة نادي النصر، تلعب في الجهة اليمنى الآن بشكل سريع، محمد خصيب كرة معاه، خصيب يبحث عن مساندة، نقلة للأمام، تفكير في الخذوهات، عرضية عالية، الغساني، الله لو كملت، خلفية تصدم
بدفاع صحة موتبور سلامات. هذه لعبات عبد الرحمن، لكن ما كملت معاه الكرة الماضية وابتسامة من يعقوب عبد الباقي. شوفوا معاي الكرة العرضية الجميلة، يا سلام باكورد، لكن المطر كان في الموعد، يتصدى للمحاولة الماضية. أعتقد أنها كانت بعيدة أيضا لو مرت. عموما ركنية نصراوية الآن، فعلا عبد الرحمن الغساني هو من يخرج، والبديل مسلم عكعاك، ما كان موفق اليوم عبد الرحمن مسلم. هل يحضر كما حضر في مواعيد سابقة؟ عرضية عالية وللأمام ولكن تتخلص. مسلم عكعاك يعني متى ما كان في يومه، عليك أن تكون حذر تماما يا موهي جوزيف، لأنه المهمة الآن راح تكون مع مسلم عكعاك، موضوع الرقابة اللصيقة. ومسلم يعني قادر على اصطياد أنصاف الفرص إذا كان في وضعه الطبيعي وفي حضوره البدني الفني المنتظر. كرة بتعود الآن من جديد لصالح النصر. خذوهات سلوفيني روك بالطول، تعود نصراوية من جديد. هذا هو بادي دانييل، الكرة من جديد أمامية تلعب إلى مسلم، حاول تغطية من جوزيف أو موهي جوزيف. نجح بصراحة موهي جوزيف في الحوار اللي دار بينه وبين عبد الرحمن الغساني لقرابة 75 دقيقة. صحيح أن عبد الرحمن في كرة أو كرتين مر بشكل أو بآخر، ولكن بالمجمل اللي كسب المواجهة كان موهي جوزيف بصراحة. الآن الأمور تتغير، مسلم عكعاك ينزل، هل يغير من الأمور ويأتي بخبر سار للنصراوية؟ راح نشوف. كرة تعود مرة أخرى، محمد مضر إلى محسن جوهر، نقلة إلى مايكل النيجيري، كرة بتعود. صحم المحاولات والعمل المتواصل، متصدر الدوري يبحث عن استمرار في بطولة الكأس الغالية. كرة الآن فيها رمي تماس كما يشير الحكم المساعد الثاني سمح الهنائي. لاحظ أنه بين فترة أخرى يعني هنالك أسماء جديدة تنضم لمنظومة الحكام عموما، وأيضا لاحظ أنه ما شاء الله تبارك الله حكامنا أصبحوا يحضروا بشكل جيد على المستوى الآسيوي. يعني آخر الأخبار الطيبة أنه عمر اليعقوبي راح يكون ضمن طاقم تحكيم ذهاب دوري أو نهائي دوري أبطال آسيا اللي راح يجمع الهلال السعودي بأوراوا ريد دايموندز الياباني غدا إن شاء الله. هذا خبر طيب آخر، ويعني تأكيد الحقيقة على القيمة العالية اللي أصبح يتمتع بها الحكم العماني في القارة الآسيوية. نتفق أنه هنالك أخطاء محليا في بعض المناسبات، وهذا أمر في المجمل وارد في عالم المستديرة، الأخطاء التحكيمية تحضر، ولكن يعني إجمالا الحقيقة في عمل واضح، وخير دليل على ذلك الأسماء اللي نشاهدها بين فترة أخرى وحضورنا الآسيوي الجيد حقيقة. عموما الكرة بتعود الآن لصالح النصر، تدخل موجود، حكم المباراة قريب ويتدارك الموقف، الحوار بين أحمد ضاحي ومحمد خصيب. الهدوء يا شباب. برافو محسن، برافو عبد الله نوح، احتواء الموقف، و يعقوب عبد الباقي في حديث مع اللاعبين. هذه التدخلات ما راح تأتي بنتائج يعني إيجابية للاعبين، يعني إذا زادت حدتها ممكن تكلفهم الكثير، تحضر معها البطاقات الحمراء أحيانا. لكن اللقطة الماضية طبعا ما كان فيها تدخل، وبالتالي مرت بسلام. هنا كرة مع محمد بلح، لكن تتخلص من دوربين، تعود من جديد.
الكرة لصالح نادي صحن. هل نذهب لأشواط إضافية مشاهدينا متابعينا الكرام، أم تحسم الأمور في ما تبقى من دقائق من عمر شوط المباراة الثاني؟ تغيير لاتجاه اللعب بشكل كامل، ماشي في اليمين، محاولة لصحم الآن عرضية ولكن تجاوزت الخط، وبالتالي ركلة مرمى لصالح نادي النصر. ركلة مرمى لصالح النصر. أكرم حبريش، المدربين على أعصابهم يا جماعة، المدربين على أعصابهم، يعني الكل يفكر في القادم، في الخيارات المتاحة. عروبة إذن ما زال متقدم بهدفين مقابل هدف على حساب الخبورة. هنا محاولة موجودة لصالح مايكل صحم، وتفكير بالهدف الثاني، عالية وللأمام، محمد بلح بالرأس، لكن عالية عالية الكرة الماضية فيها ركلة مرمى لمصلحة نادي النصر. ركلة مرمى للنصر. شوفوا معاي الإعادة للكرة الماضية. نسخة جديدة من الكأس الغالية، من ينجح في الفوز بها. سجل الذهبي، يتصدر طبعا نادي فنجة بتسع بطولات كاملة. يأتي بعد ذلك ظفار بثمان بطولات، ثم النصر وأهلي زداد بخمس بطولات، يتبعهم صور بأربع بطولات، هو والعروبة طبعا، من ثم السويق والسي بثلاث بطولات، وبعد ذلك صحم ونادي عمان ببطولتين، وأخيرا مسقط والطليعة ببطولة لكل منهم. هكذا هو السجل الذهبي للكأس الغالية. 12 نادي نجحوا في الفوز بالكأس على مر التاريخ. هل ينحصر أو تنحصر البطولة بين هذه الأندية، أم نشاهد بطل جديد في هذه النسخة؟ مازال الحديث مبكر طبعا، ولكن يعني عودتنا كرة القدم ومباريات الكؤوس بأنه تبقى هنالك خصوصية لهذه المباريات، ويصعب التكهن بهوية البطل. كرة تعود من جديد، محسن جوهر ماشي الآن لمايكل في الجهة اليمنى، صح ما زال يأمل في التقدم وحسم الأمور. عرضية للأمام، الكرة بتعدي بتمر، فيها ركلة ركنية، ركلة ركنية لصحم. وتغيير في هذه اللحظات، علي السلامي راح ينزل بديلا لبادي دانيال. علي السلامي إذن الورقة التي يدفع بها محمد عمر في هذه اللحظات. ركنية لصالح صحم. الدقيقة 82، محسن جوهر يرسلها عالية وللأمام، مرت الكرة الماضية، تصل لمحمد خصيب. كرة فيها رمي تماس لمصلحة نادي صحم. أحمد ضاحي، كرة تلعب سريعة أمامية. علي الهاشمي، عودة للوراء، سمير البريكي، دانيال ماشي في اليمين، صحم الآن، محاولات تستمر وعمل يتواصل، تفكير في الخذوهات، لكن منظومة دفاعية جيدة من النصر حقيقة في هذه اللحظات. تراجع كبير، إغلاق للمساحات تماما، وبالتالي تصعب هذه المسألة مأمورية صحم. كرة بتعود من جديد، أكرم حبريش يتعامل حقيقة مع المباراة بذكاء، نجح في العودة بعد أن تأخر بهدف، والآن نلاحظ تراجعه بشكل كبير لملعبه، يحاول يستدرج صحن بشكل أكبر، وبالتالي ربما تفكير في مرتدة خاطفة يحسم من خلالها الأمور. راح نشوف من ينجح في توجهه من الفريقين. صحم يواصل الضغط، يواصل العمل. محسن جوهر الآن، شايفين تقريبا يعني ستة لاعبين من صحم موجودين في الثلث الهجومي،
وثلث الدفاع بالنسبة لنادي النصر. كرة تعود من جديد نصراوية، المحاولة أيضا تتخلص فيها رامي التماس. جماهير صحم تترقب وتنتظر القادم من عمر هذه المواجهة. لكن لوحة فنية جميلة حقيقة من الجمهور صحم، وكذا الحال بالنسبة لجماهير النصر ولو أنها تحضر بشكل قليل، ولكن في النهاية حضرت حقيقة وقطعت هذه المسافات الطويلة لمؤازرة الفريق، واللاعبين بالتأكيد لاعبي نصر يثمنوا هذا الحضور لهذه الجماهير. كرة القدم بالتأكيد لها قيمة كبيرة لدى جمهورنا، لدى شبابنا، محبين لها، محبين لتفاصيلها، محبين لأنديتهم بالتأكيد ولمنتخباتنا الوطنية عموما. بالتالي يعني تأكيد أنهم يبقوا الإضافة الحقيقية لمسابقاتنا عموما ولمنتخباتنا إجمالا. بلح الآن، ممكن ممكن، أوه ضاعت على صحم، ضاعت من المهاجم الفذ محمد بلح فرصة الهدف الثاني والعبور لدور ربع النهائي، ضاعت من صاحب الهدف الأول محمد بلح. يا لها من فرصة خطيرة وانفراد صريح، وانفراد صريح، تمريرة من ذهب من المايسترو الفنان محسن جوهر، أو لا والله المرة هذه موهي جوزيف الإيفواري، نعم وانفراد صريح، لكن إبراهيم المخيني كانت له كلمة في المحاولة الماضية، خلصها باقتدار، خلصها باقتدار. نعم واحد واحد، مستمر الأمور ونقترب من الدقائق الخمس الأخيرة على نهاية الوقت الأصلي لشوط المباراة الثاني. العروبة إذن يحسم الأمور ويتأهل للدور القادم بعد فوزه على الخابورة بهدفين مقابل هدف. نعم العروبة يحسم الأمور ويتأهل للدور القادم، وبالتالي ينضم للمتأهلين الأربعة من مباريات الأمس. الحديث عن نادي الصور ونادي النهضة ونادي عمان ونادي عبري، العروبة الآن ينضم لهذه الأندية ويصبح خامس المتأهلين. كرة تعود من جديد، المحاولة لصالح صحم. موهي جوزيف إلى سمير البريكي، الآن علي السلامي، نقلات في منتصف الميدان. نصر واضح خلاص، يعني توجيهات من أكرم حبريش، نغلق المساحات، نرجع للملعب، لملعبنا، وإن كان في فرصة لاستغلال مرتدة كان بها، واللي تكسبه لعبه، يعني هكذا عرفنا في كرة القدم، مش بالضرورة أنك تسيطر، تستحوذ، تضغط، تهاجم، العبرة كيف تفوز. وتصور أنه أكرم حبريش يفكر بهذه الطريقة، بينما محمد عمر بالتأكيد أنه يحاول يستثمر الأفضلية. كنا نتكلم فنيا أو حتى يعني موضوع العامل الأرض والجمهور، كلها معطيات تنصب في صالح نادي صحم، لكن إلى الآن النصر أيضا يسير بشكل جيد في هذا اللقاء، والفريقين يقدموا عرض كروي جميل، عرضية للأمام عالية تعدي وتمر، فيها ركلة ركنية لصالح النصر، عمل حقيقة وقراءة جيدة حتى الآن من المدربين. الشوط الأول نقدر نقول أنه محمد عمر نجح فيه يعني باستثمار الأفضلية والتقدم بهدف، وحتى الآن في الشوط الثاني أكرم حبريش الجيد أنه يعني نجح في الحفاظ على ثبات الفريق، على هدوء الفريق، عدل الكفة، وإلى الآن يسير في المباراة بشكل جيد. لذلك ما زالت كل السيناريوهات ممكنة في هذه المواجهة الكبيرة. الدقيقة 88، الهدف الآن قد يعني العبور للدور القادم. ركنية لصالح النصر، هل من خبر نصراوي، عالية وللأمام بالرأس، لكن مرت
مرت مرت مرت عبد الله نوح، ضاعت عليه فرصة العبور للدور القادم، وبالتالي كرة بتعدي وبتمر سلامات على مرمى صحم. شايفين الرأسية التي تهادت نعم بجوار القائم الأيسر لنادي صحم. يا لها من فرصة في غاية الخطورة، في غاية الخطورة، مرت على النصر. تعود المحاولة الآن إلى مايكل مروان، طلق وتقدم نعم لصحم العرضية، ولكن تتخلص فيها ركلة ركنية. هل من هدف يحضر الآن؟ المحاولة لصحم المرة هذه، الوقت الصعب الأخير، الصعب الأخير. محسن جوهر على تنفيذ الركلة الركنية لصحم الآن، ترسل للأمام ولكن تتخلص، تعود لمحسن من جديد. محسن الآن عرضية عالية للأمام، للأمام مرت، خلصها المخيني ويحصل على خطأ. بالسلامة إن شاء الله لإبراهيم، بالسلامة لإبراهيم المخيني. شايفين الكرة العالية، تدخل اللي كان من علي السلامي مع إبراهيم المخيني وأيضا موهي جوزيف. سلام إن شاء الله. لكن شخصيا معجب حقيقة بعمل المدربين الآن حقيقة، يعني محمد عمر وأكرم حبريش وقدموا مباراة جيدة، مرت بفترات، ولكن المشهد المسيطر هو التعادل، الواحد واحد حتى الآن، ويبدو بأننا نمضي لأشواط إضافية. مشاهدينا متابعينا الكرام، إلى ما كنتم الجماهير حالة من الترقب، حالة من الانتظار، بالتأكيد أنه الكل كان يتمنى أن يحسم فريقه النتيجة قبل نهاية الأشواط الأصلية. ما زال هنالك متسع قليل جدا من الوقت، نبقى معه ومع جنون كرة القدم. هل نشاهد شيء من جنون المستديرة فيما تبقى من دقائق؟ ومعانا خمس دقائق كوقت بدل ضائع لشوط المباراة الثاني، والله فترة ليست بالقصيرة، وبالتالي هنالك متسع من الوقت لأن نشاهد هدف قاتل إنجاز التعبير. رامي تماس، رامي تماس لصحم، تلعب بشكل سريع، عالية وللأمام، تتخلص، تعود من جديد المحاولة نصراوية المرة هذه. سلم عكعاك، ما شفناه بصراحة من نزل، وهذا أمر طبيعي لأنه المجموعة بأكملها متراجعة دفاعيا، وبالتالي طبيعي أنه ما يبين كثير، ولكن أكرم حبريش يراهن على فرصة خاطفة ممكن يأتي بها، ممكن يأتي بها مسلم عكعاك. حمد عمر يعني وكأنه يعني كان يتمنى أن يحسم الأمور مبكرا. المباراة الآن أصبحت يعني مفتوحة على كامل الاحتمالات، وهذا أمر ما كان يتمناه خاصة بعد تقدمه بهدف. رمي تماس تتنفذ بشكل سريع لصالح النصر، سلم عكعاك، السلام جيد، تغطية من موهي جوزيف، كرة بتعود مرة أخرى، خطأ لعلي الهاشمي. تدخل من الدوربين وخطأ مستحق للهاشمي، كرة بتعود الآن إلى محسن جوهر. صحم ما زال يأمل في تسجيل هدف ثاني قبل الختام، ختام الوقت الأصلي طبعا. كرة بتعود من جديد للجهة اليمنى، محاولات تستمر، عرضية عالية وللأمام بالرأس من محمد بلح، السلام وتصويب، ولكن ما مشت مع الهاشمي بالشكل المطلوب. تعود لصالح النصر الآن، فهمي إلى عبد الله نوح، محاولة نصراوية من الجهة اليسرى، مرور وتقدم، نقلة للأمام، لو مرت الكرة الماضية لمحمد خصيب، لكن تعود لصالح صحم الآن، نقلة في الجهة اليمنى، الوقت يمر، والكرة الآن لصالح دانيال
حمد بلح من الجهة اليمنى، عرضية للأمام لكن أيضا تتخلص من فهم سعيد، فيها رمي تماس لصالح نادي صحم. نقل الآن من جديد أمامية، المحاولة لمصلحة صحم مرة أخرى. جوهر كرة معه، تعود من جديد عالية للأمام لكن غير مركزة، الكرة الماضية تصل سهلة لإبراهيم المخيني. آخر دقيقة ونص تقريبا على نهاية الدقائق المحتسبة كوقت بدل ضايع. عكعك مار صوب ولكن الكرة سهلة مع سليمان البريكي. تعود من جديد لصالح مايكل، نقلة للأمام محسن جوهر، ممكن الكرة تتخلص أخيرا من دفاع النصر. تعود من جديد، كرات خاطئة من هنا ومن هناك إلى سمير البريكي، أحمد ضاحي ظهير الأيسر. الدقيقة الأخيرة لصحم المحاولة مع محمد بلح، مروة تقدم مستمرة ولكن أيضا تتخلص وتعود مع سلوفيني روك. عبد الله نوح الآن كرة غير مركزة عدي وتمر، فيها رمي تماس لصالح نادي صحم. كرة ملعوبة بشكل سريع تصل لمحسن جوهر، نقلة مع مايكل من الجهة اليمنى، خطر المحاولة قد تكون الأخيرة لصحم الآن. مايكل كرة معه عرضية عالية للأمام ولكن سهلة مع إبراهيم المخيني، سهلة لإبراهيم. تعود مرة أخرى وتأتي الآن صافرة حكم المباراة يعقوب عبد الباقي ونهاية شوط المباراة الثاني. الأمور تسير بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف بين صحم والنصر، وبالتالي استراحة قصيرة ومن ثم ننتقل للأشواط الإضافية. الكلمة تعود من جديد للزميل العزيز بدر الغيثي ونادي العريمي والكابتن محمد إسماعيل. عودة مجددة مشاهدينا ومتابعينا الكرام لهذا اللقاء، وهذه المرة مع الأشواط الإضافية، مباراة صحم والنصر في دور 16 من كأس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم الموسم الرياضي 2019-2020. الأمور في الأشواط الأصلية انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف، وبالتالي نذهب لأشواط إضافية قد نصل بعدها لركلات الترجيح إذا استمرت الأمور بهذا التعادل. إذن المباراة في المجمل حتى الآن يعني مثل ما ذكرنا سابقا مرت بفترات، يمكن الشوط الأول صحم سجل أفضلية من خلاله وترجمها بتقدم بهدف، ولكن النصر استعاد توازنه سريعا، سجل التعادل ومن ثم تراجع وأغلق مناطق دفاعية بشكل جيد. هنا محاولة لمصلحة النصر مع البدايات من عمر شوط المباراة الإضافي الأول، عرضية للأمام لكن تتخلص وتمر، تصل سهلة لسليمان البريكي. بالتالي فعلا يعني مثل ما ذكرنا سابقا أيضا أنه طبيعي أن تسير المواجهة بهذا الشكل لأنه مباراة خروج مغلوب والكل لا يتمنى المغادرة اليوم والاستمرار في الكأس الغالية والعبور لدور ربع النهائي. كرة بتعود من جديد الآن طويلة وللأمام لصحم المحاولة من جديد محسن جوهر، الآن استلام جيد، كرة ماشية للجهة اليسرى، الآن عرضية أمامية في مكان سليم لكن تدخل من أنور مبارك في التوقيت المناسب وإبعاد للكرة الماضية. تعود لصالح محمد عمر، إلى موهي جوزيف الآن، مدربين الآن يعني الكثير من الأفكار، الكثير من الأفكار. محمد عمر الآن أرى بأنه يجهز ورقة أخرى بعد أن دفع بعلي السلامي. كرة الآن تعود من جديد، خذوا هذا بشكل ممتاز،
مرور من الشموسي، لكن تعود المحاولة نصراوية. مسلم عكعاك بالرأس إلى حمد الحبسي لكن ما توصل، تعود المحاولة مرة أخرى من الجهة اليسرى المرة هذه دانييل أو مايكل عفوا، كرة بتعود تصل إلى محسن جوهر الآن. شايفين معاي تراجع النصر لملعبه، واضحة توجيهات من أكرم حبريش. كرة تنقل أو تنقل للأمام، تعدي وتمر فيها ركلة مرمى، خطوط متقاربة، يعني أتصور أنه المسافة بين المدافع ومدافعين فهمي دوربين وأيضا غانم الحبشي ومسلم عكعاك تصل لـ30 متر أحيانا، وبالتالي هذا الأمر ما يترك مساحات كثيرة بالنسبة للاعبي صحم، ويصعب من مهمة الوصول لمرمى إبراهيم المخيني. شوف من المدربين ينجح في حسم هذه المباراة لصالحه. رمي تماس الآن، صافرة وخطأ يشير على وجود حكم المباراة يعقوب عبد الباقي. مسلم عكعاك هل يفعلها ويأتي بخبر ينتظره المحبين النصراويين؟ متخصص الكرات الثابتة مسلم الآن بقدمه اليمنى، عكعاك يصوب في الحائط البشري، مستمر المحاولة لصالح النصر ولكن أيضا تتخلص سمير البريكي غير مركز. الكرة الماضية فيها ركلة ركنية لصالح النصر، ركنية نصراوية. حمد الحبسي على تنفيذ هذه الكرة، أحد البدلاء الذين دفع بهم أكرم حبريش. ركنية لصالح النصر، الدقيقة السادسة من الشوط الإضافي الأول. حمد يرسلها عالية وللأمام لكن أيضا تتخلص الكرة الماضية، تعود رمي تماس لصالح النصر على تنفيذ عمر عادل. سريع المحاولة إلى أنور مبارك، لكن بصراحة يعني نتكلم بوضوح من قدوم أكرم حبريش شكل النصر تغير، يعني تحس انه في روح جديدة صارت في الفريق. بالتأكيد ما زال يحتاج لعمل افضل واكبر، لكن الاكيد انه افضل من فترة رادان، من النتائج السيئة اللي كانت مع رادان. الحقيقة انه اكرم يقود الفريق بشكل طيب، ابن النادي الذي يعرف جيدا خبايا الامور في البيت النصراوي، ولكن مثل ما ذكرت بأنه لن يستمر مع الفريق لارتباطه بجهة عمله، ومباراة اليوم هي المباراة الأخيرة بالنسبة له كمدرب لنادي النصر. يتمنى أن تكون يعني أن يكون الختام طيب بالنسبة له مع الفريق، وحتى الآن الأمور ما زالت تسير بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف، والاحتمالات كلها واردة في هذا اللقاء الكبير. من يعبر لدور ربع النهائي، صحم أم النصر؟ كرة تعود من جديد إلى محسن جوهر في منتصف الميدان، محاولة على طول منقولة الآن أمامية، تفكير في المرور لكن أيضا تتخلص، رمي تماس من جديد غير مركز، الخذوهات ما كملت الكرة الماضية. طبعا ذكر أكرم حبريش يعني أيضا من مميزاته الحقيقة أنه رجل حاصل على البرو ليسن من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في مجال التدريب، وأيضا
في مجال اللياقة البدنية، ويعتبر من المحاضرين المعتمدين من الاتحاد الآسيوي في دورات السي وأيضا دورات اللياقة البدنية. وبالتالي يعني الرجل بالإضافة لمشواره كلاعب ومشواره المميز طبعا أيضا يعني عنده دورات متخصصة على مستوى عالي. هنا محاولة نصراوية من جديد، ولكن وين؟ عالية الكرة الماضية تماما من مسلم عكعاك، فيها ركلة مرمى لصالح نادي صحم. راح نشوف الإعادة. مسلم عكعاك في لاعبين مواهب، يعني أنا أرى أنه ما أدري كيف الصياغة اللي ممكن يعمل بها الاتحاد أو الأندية، لكن فعلا محتاجين لمتابعة يعني إن كان برامج معينة يوضع أو متابعة معينة. الأمر بالتأكيد أنه أولا وأخيرا ينطلق من اللاعب ذاته، ولكن متى ما كان في أيضا متابعة، في توجيه، في اهتمام، هذا الأمر ممكن يترك أثر جيد. فكرة اللي حاب أوصلها أنه عندنا أسماء، عندنا مواهب عديدة حقيقة تظهر بين فترة وأخرى، لكن للأسف أنه عطاءاتها المتميزة ما تستمر، إما لإصابة، إما لابتعاد يعني ظروف قد نجهلها، وبالتالي هذه المواهب ما تواصل. مع أنه لو أنها استمرت في عملها الجاد الكبير قد تصل بعيدا وبعيدا جدا، وتقدم إضافة حقيقية إن كان يعني محليا أو حتى في احترافها الخارجي في حال يعني كانت في مواصلة لهذا العمل المتميز. عالية وللأمام بالرأس الكرة الماضية، لكن تمر بجوار القائم الأيمن. سلامات على مرمى صحم، رأسية من عبد الله نوح مرة أخرى، لكن الكرة فعلا تمر بسلام. شوفوا معاي اللعبة، عرضية جميلة الحقيقة، وارتقاء من عبد الله نوح، تمر الكرة الماضية، تعود مرة أخرى لصالح نادي صحم. فهذه الفكرة أنه عندنا مواهب محتاجة لاهتمام أكبر، إن كان من الأندية، إن كان من الاتحاد أيضا، خاصة اللاعب اللي يوصل ويمثل المنتخب الوطني الأول. أعتقد أنه لابد أن تكون له يعني وضعية مختلفة من الاتحاد، من الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول، متابعة ببرامج معينة. يعني كومان في فترة سابقة ذكر أنه في برامج من الجهاز أو المعدين البدنيين للمنتخب الوطني الأول الحالي، يعني تم توزيعها للاعبي المنتخب الوطني الأول، وطلب منهم أن يتبعوا هذه البرامج التدريبية أو حتى الغذائية. جميل هذا الأمر، لكن أيضا لابد أن تكون في متابعة، يكون في تقييم، في قياس للعمل اللي كان حاضر. أنا أتكلم في العموم الآن، لأنه فعلا عندنا الموهبة موجودة، ولابد أن تكون هنالك متابعة أفضل للاعبين اللي نعتقد أنه عندهم الكثير وقادرين أنهم يقدموا إضافة على مستوى المنتخبات الوطنية. وأعتقد أنه مسلم عكعاك واحد من هؤلاء اللاعبين، لكن تبقى علامة الاستفهام الكبيرة، لماذا يحضر لفترة بشكل لافت استثنائي ويغيب لفترات؟ هذا السؤال يحتاج لإجابة. طبيعي في بعض الأحيان الإصابة تؤثر. عموما كرة بتعود الآن لصالح نادي صحم من الجهة اليمنى، حمد الحبسي يخطفها، نصراوية من جديد ولكن صافرة وخطأ لصالح النصر، كما يشير حكم المباراة يعقوب عبد الباقي. شايفين الكرة الماضية والخطأ المحتسب. مباراة بدأت تهدأ كثيرا في هذه اللحظات، أشعر بأنه الفريقين ربما أصبحوا يفكروا الآن بركلات الترجيح، إلا إذا جد جديد ونجح أحد منهم خطف هدف في الوقت القادم. كرة بتعود لمصلحة نادي صحم، لكن أيضا تتخلص من فهمي. المحاولة من جديد الآن، حمد الحبسي لكن ما تكمل، تعود لعبد العزيز الشموسي، سمير البريكي الآن، محسن جوهر، نقلات بعرض الملعب بشكل جيد،
احمد ضاحي من الجهه اليسرى، عرضيه اماميه محمد بلح، ولكن مرت يا الله على كره مرت بشكل غريب فعلا في اللقطه الماضيه. بلح كان يطالب مايكل بالتقدم اكثر، ما كان في قراءة جيدة للكرة الماضية. شوفوا معاي العرضية الجميلة حقيقة، بلح يعني فكر في المدافع النصراوي أكثر من تفكيره بالكرة والتعامل معها. عموما ركلة مرمى الآن لمخين إبراهيم، يرسلها عالية وللأمام، رمي تماس الآن موجودة لصالح النصر. لو فكرنا في الترجيح مين الحراس الموجودين معنا، سليمان البريكي اللي يقدم موسم استثنائي حتى الآن، ومعنا إبراهيم المخيني الحارس اللي يعني ننتظر منه الكثير إن شاء الله في قادم السنوات، والموهبة القادمة أيضا في حراسة الكرة العمانية. وبالتالي يعني حوار كبير بين الحراس راح يكون ايضا، من يثبت جدارة اليوم في حال وصلنا للترجيح. لكن نبقى مع الدقائق الاخيره من عمر الشوط الاضافي الاول، وما زال امامنا شوط اضافي ثاني. كرة تعود من جديد الى حمد الحبسي، مر بشكل جيد، يا سلام على مرور ممتاز، تمريره اماميه خطيره، ولكن سليمان يخرج في التوقيت المناسب ويتصدى للكرة الماضية. تعود المحاولة من جديد، صافرة وخطأ آخر يشير على وجود حكم المباراة يعقوب عبد الباقي لصالح محسن جوهر. شوفوا معاي الإعادة للكرة الماضية والتدخل من فهمي. الدقيقة الأخيرة من عمر الوقت الأصلي لهذا الشوط، محسن جوهر الآن يرسلها عالية للقائم البعيد، مرت من الجميع، فيها ركلة مرمى لصالح النصر. ركلة مرمى نصراوية، نعم. محمد مطر يعني حاول لكن الكرة طالت، وركلة مرمى الآن لإبراهيم المخيني. إبراهيم على تنفيذ ركلة المرمى عالية وللأمام. أعتقد أنه الفريقين استنزفوا الكثير من إمكاناتهم الفنية والبدنية، هدوء كبير، الرغبة أيضا أشعر بأنها قلت من الجانبين على المستوى الهجومي، وكأنه المباراة فعلا لن تحسم إلا بالترجيح. صافرة لصالح نادي صحم على مسلم عكعاك. مسلم اعترض طبعا على قرار يعقوب عبد الباقي. راح نشوف الإعادة للتدخل الماضي. ملعوبة سريعة، محمد مطر إلى أحمد ضاحي، تأتي إلى مشاهدينا الكرام صافرة حكم المباراة يعقوب عبد الباقي ونهاية الشوط الإضافي الأول. الأمور ما زالت تسير بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف. إعادة طبعا الكرة الماضية والتدخل الماضي بين مسلم ومحمد مطر. قدم أولا صحم عن طريق محمد بلح وعدل، طبعا الهدف كان في الشوط الاول، في الشوط الثاني عدل نادي النصر النتيجه عن طريق اللاعب رو، لاعب الوسط الارتكاز. وبالتالي التعادل هو من يسيطر على هذا الفريقين لان يقول كلمته ويضمن عبوره للدور ربع النهائي. اما تنتهي الامور وتحسم بركلات الترجيح، راح نشوف. كرة منقولة طويلة أمامية، هذه على طول تعدي وتمر، فيها ركلة مرمى لصالح النصر.
مثل ما ذكرت انه من الدور القادم ان شاء الله من الدور ربع النهائي راح تكون المباريات بنظام الذهاب والاياب، وبالتالي يعني يبقى تعامل المدربين ربما يختلف مع هذه الوضعية. هنا محاولة موجودة لصالح صحام، ممكن جوهر مار يصوب، الله 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 الله، حلوة من الاثنين، حلوة من الاثنين، يسارية من جوهر قوية وردة فعل جميلة من إبراهيم المخيني. صحم يبدأ ساخن الشوط الإضافي الثاني، عرضية عالية للأمام لكن أيضا المخيني يخلص. محاولات من البداية في هذا الشوط لصالح صحم، يا لها من كرة يسارية قوية 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 من المايسترو محسن جوهر، لكن على طول ردة الفعل من إبراهيم المخيني. يا سلام يا سلام على كرة حلوة تحضر من الاثنين. نعم تعود من جديد الآن الجهة اليسرى إلى اللاعب موهي جوزيف، سمير البريكي، نقلة تصل من جديد إلى محسن جوهر، محاولات لصحم الشموسي، النصر يتراجع بأكمل لملعبه، وصحم ما زال يأمل في تسجيل هدف ثاني. سمير من جديد، نقلات وكثافة عددية موجودة وتمريرة في اليمين قد تكون خطيرة، هل من عرضية متقنة عالية وللأمام حمد بالرأس لكن عدت، مستمرة لصحم. محسن جوهر من جديد من الجهة اليسرى، جوهر عرضية عالية للأمام لكن أيضا تتخلص من دفاعات النصر. صحم يضغط، صحم يتقدم، صحم يستحوذ في هذه اللحظات وما زال فعلا يبحث عن ثاني الأهداف. كرة بتعود إلى علي السلام الآن في منتصف الميدان، مؤازرة جماهيرية كبيرة لصحن في هذه اللحظات. مايكل يحاول يمر، نجيري مر وتقدم اخترق، خطر المحاولة، تمريرة للأمام لكن تتخلص، تتخلص الكرة الماضية وتعود من جديد لصالح صحم. ما الذي يحدث في هذه اللحظات؟ اندفاع صحماوي كبير وتراجع نصراوي أكبر. سمير الآن كرة معه، على طول ماشي المحاولة، محسن يبحث عن الخطأ، يعقوب قريب لا يشير على وجود شيء، تعود لحمد الحبسي المرتد السريع، ربما يأتي بالجديد للنصر، نقل للأمام سلم لكن مطر، قراءة جيدة للمشهد في المحاولة الماضية. تعود لموهي جوزيف، كرة عالية وللأمام للجهة اليمنى مايكل، لكن تعدي وتمر في ركلة مرمى. جماعة لو تشوفوا موقع موهي جوزيف صاير جناح أيسر قلب دفاع صحن في اللقطة الماضية، يعني مشهد يجسد الوضعية العامة للمباراة في الدقائق القليلة الماضية. تراجع نصراوي كبير واندفاع لصحن بشكل كبير أيضا. الجماهير ما زالت تترقب وتنتظر خبر جديد في هذه المباراة. كرة تعود مرة أخرى لسمير البريكي، سلم عكعاك إلى حمد الحبسي، محاولات مستمرة للنصر من جديد، تصويبة من بعيد ولكن وين وين يا عمر عادل، بعيدة تماما الكرة الماضية في ركلة مرمى لصالح نادي صحم. تغيير لصحم، مصعب الشرقي الورقة القادمة، راح ينزل بديلا لعلي الهاشمي. الشرقي هل يعطي الإضافة المنتظرة بالنسبة لمحبي صحم؟ راح نشوف. جماهير تحيي علي الهاشمي على جهده المبذول وعطائه اليوم، والحقيقة أنه يعني تفاعل جيد من جماهير صحم مع مجريات هذه المباراة
تغيير نصراوي قادم ايضا بنزول فيصل البلوشي. المدربين بدأوا او يستمروا بالاحرى في عملهم في تغييراتهم في قراءتهم ايضا لما تبقى من عمر هذه المباراة. تصل في اليمين الان لمصلحة صحة من جديد، عالية وللامام. 9 دقائق تقريبا تتبقى على نهاية الشوط الإضافي الثاني. التعادل الإيجابي بهدف لهدف ما زال مستمر. كرة بتعود الآن إلى موهي جوزيف لصالح صحم. كرة من جديد في منتصف الميدان للأمام العوبة. لصالح صحم من جديد. نقلة أمامية محسن جوهر. حظل على كورته يبحث عن مساندة. لكن منظومة دفاعية نصراوية محكمة حتى الآن. صحم لا يجد الطرق التي تقود لمرمى إبراهيم المخيلي إلا إذا أحمد ضاحي الآن يحاول. كرة تعود من جديد إلى مصعب الشرقي. عالية أو أرضية أمامية لكن غير مركزة. سهلة مع إبراهيم المخيل. سهلة لإبراهيم. هل تنتهي الأمور بالتعادل بهدف لهدف أم أن هنالك هدف قادم لأحد الفريقين؟ راح نشوف. كرة بتعود من جديد لموهي جوزيف. موهي سمير البريكلا لصحم. المحاولة مستمرة. سلامي علي. نقلة لمحسن جوهر. البحث عن مايكل. تعود إلى سمير البريكي. الكرة مع نقلة للأمام. كرة مستمرة. محسن حاول يمر لكن عدت. مستمرة المحاولة. تصويب من مايكل لكن وين يا مايكل؟ بعيدة تماما الكرة الماضية. فيها ركلة مرمى لصالح النصر. ركلة مرمى لصالح النصر. كرة والله تهيأت بشكل جميل جميل لكن لم تستثمر من مايكل بالشكل المطلوب. أعيد وأكرر، شخصيا معجب جدا بعمل المدربين اليوم حقيقة، يعني في تعاطيهم مع المباراة. محمد عمر يعني استثمر الإمكانات والأدوات المتاحة بالنسبة له واللي هي أفضل طبعا. قدم هدف أكرم بهدوء مع هدوء المجموعة طبعا، أو هدوء اللي انعكس على المجموعة بالأحرى. نجح في العودة سريعا، بعد ذلك ارتأن يغلق المساحات ويتراجع بشكل أكبر للحفاظ على التعادل. المحاولة موجودة لصحم ولكن تتخلص من فهمي دوربين. وإلى الآن تراجع منطقي أكرم، منطقي جدا، ونجح في الحد من خطورة لاعبي صحم بشكل كبير جدا، خاصة في منتصف الميدان. والصورة من جديد هي أبلغ من أي وصف قد أقوله. النصر متراجع بأكمله لملعبه. في النهاية مثل ما ذكرنا الأسلوب اللي يكسبك عليك أن تلعب به باختصار شديد. هكذا هي كرة القدم. تعود المحاولة لكن صحم ما زال يأمل في حسم الأمور قبل الترجيح. قبل الترجيح المحاولة تمضي الآن للأمام لكن تغطية موجودة من أنور مبارك. فيها ركلة مرمى لصالح نادي النصر. في الترجيح يعني ما في شك أنه هنالك مساحة للحظ أيضا. نتفق أنه الحراس يبقوا من عناصر القوة في الفريقين لكن الترجيح يعني موضوع هاي يدخل ركلات ترجيح، يدخل في توفيق والحظ أحيانا، وبالتالي ترمى الكرة أخيرا في هذا الميدان. ما زال هنالك دقائق قليلة متبقية، قرابة 5 دقائق. هل يجد جديد فيها من الطرفين؟ راح نشوف. أتصور أنه اللي يسجل الآن راح يحسم المباراة رسمية لصالحه ويعبر للدور القادم من أغلى الكؤوس كأس جلالة السلطان المعظم
لكرة القدم. كرة تعود من جديد، محاولة لصالح صحم، نقلة للأمام لكن أيضا تتخلص، تعود من جديد محمد بلح، نقلة أمامية إلى محسن جوهر، كرة معاه يبحث عن مسالدة، محسن تعدي وتمر فيها رمي تماس لصحم الشموسي، ملعوبة سريعة، مايكل يصوب من بعيد ولكن تصدم في عبد الله نوح، تعود مسلم عكعاك، المحطة الهجومية اللي تضيف الكثير للنصر، مرتدة سريعة، خطر المحاولة، خطر المحاولة، النصر الثاني، النصر الثاني، النصر الثاني، اوه عكعاك ممكن ممكن، ضاعت على النصر، يا لها من فرصة خطيرة، يا لها من فرصة خطيرة، ضاعت على النصر، ضاعت على النصر، مش ممكن مش معقول، فرص سهلة كان ممكن، كان ممكن يخلص النصر من خلال هالمباراة. شوفوا معاي المرتد السريع اللي كنت أتكلم عنه، تمريره من حمد الحمسي على طبق من ذهب لعمر عادل، قال له روح وخلص، روح وخلص يا عمر، لكن ما خلصها عمر وتصدى لها سليمان البريكي. الحراس يتألقوا في هذه المباراة، يتألقوا في هذه المباراة ويؤكدوا بأنهم القيمة الكبيرة في ركلات الترجيح. شوفوا معي كرة مسلم عكعاك والمطالبة بركل الجزاء في الكرة الماضية، ولكن حكم المباراة يعقوب عبد الباقي لم يشير على وجود شيء. بالسلامة إن شاء الله، بالسلامة لعمر عادل الذي يشكو من إصابة. السلامة إن شاء الله لعمر، كاد أن يفعلها النصر، صحم سيطر واستحوذ وضغط واقترب في أكثر من مناسبة لكن ما سجل الثاني. النصر تراجع، أغلق مناطق الدفاعية بشكل محكم، كاد أن يخطف المباراة بهدف ثاني لعمر عادل، لكن سليمان البريكي كانت له كلمة، ورقة أخرى يدفع بها أكرم حبريش، عبد الله بن زاهر بن رجب، الورقة القادمة هنا، الكرة العرضية العالية للأمام لكن أيضا لا تتخلص، تتحول على طول ركلة ركنية لصحم، تلعب بشكل سريع إلى مايكل صحماوي، المحاولة عرضية للأمام لكن أيضا تتخلص وتعود من جديد إلى موهي جوزيف، المحاولة لمحمد مطر الآن تستمر لصحم، محسن جوهر ماشي في اليمين، ترسل عالية وللأمام، جول، لا 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 لا، هدف يلغى، هدف يلغى، وخطأ موجود في اللقطة الماضية لصالح النصر، خطأ لصالح النصر، راح نشوف الإعادة، محمد البلوش راح ينزل في صفوف صحم، هنا الإعادة الكرة الماضية وهدف من مصعب الشرقي، حكم المباراة يعقوب عبد الباقي يبدو بأنه من احتسب الخطأ الماضي على اللاعب مصعب الشرقي. أستاذ محمد البكري يا ريت لو نشوف الإعادة من الزاوية البعيدة مرة ثانية، هل كان في دفع وتدخل حقيقي في الكرة الماضية؟ شخصية ما شاهدت راية من المساعد الثاني، عموما مرت الكرة وهنا ثواني أخيرة تتبقى على نهاية الشوط الإضافي الثاني، إعادة للتدخل الماضي للنصر الآن، خطأ في مكان ممتاز، شوفوا معاي الإعادة، هذه الزاوية أوضح، تسلل مكان موجود، التداخل الماضي هل كان يرقى لأن يكون عرقلة ودفع حقيقي يلغى من خلاله الهدف ويحتسب خطأ لصالح النصر؟ بالتأكيد أنه لقطة سيقف عندها
المحللين في الاستوديو التحليلي كثيرا والمختصين ايضا. عموما سلم عكعاك الان على تنفيذ الحره المباشره للنصر مع الدقائق الاخيره. هل يفعلها مسلم؟ يصوب ولكن في الحائط البشري تعدي وتمر فيها ركله ركنيه لصالح نادي النصر. ركله ركنيه موجوده قد تكون الاخيره. هل من خبر للنصر؟ راح نشوف. الى الان يعني كل الامور تقودنا الى ركلات الترجيح. حمد الحبسي تتنفذ بشكل سريع، تعود يا حمد من جديد. محاوله للنصر، مرور ممتاز، مروه تقدم حمد، يا سلام، ولكن بالغ كثير في الاحتفاظ بالكره الماضيه، وبالتالي تعود الان لصالح صحه من جديد. طالت على مايكل، فيها رمي تماس، رمي تماس الان موجوده لصالح النصر. الكل يترقب وينتظر الان صافره حكم المباراه يعقوب عبد الباقي. نعم تاتي صافره مشاهدينا متابعينا الكرام اينما كنتم، ونهايه جزيلا للزميل العزيز بدر الغيثي. اذا مع ركلات الترجيح الاولى للنصر، حمد الحبسي على تنفيذ وسليمان البريكي يترقب وينتظر المواجهه الاولى. من ينتصر؟ الحبسي يصوب، يا سلام، الاولى مسجله للنصر. النصر ينجح في الاولى. شايفين التصويبه القويه، سليمان راح في نفس الزاويه لكن الكره كانت عاليه، منفذه بشكل جيد الحقيقه من حمد الحبسي، وبالتالي الحبسي يعطي الاريحيه المطلوبه لزملائه في تنفيذ الركلات الترجيحيه القادمه. الان الاولى للسحب، من سياتي بركله الترجيح الاولى؟ محسن جوهر يبدو. نعم جوهر على تنفيذ الركلة الأولى لمصلحة صحة، محطها، يا سلام يا سلام يا سلام، متقنة جميلة هي الأخرى، وركلة بركلة. البدايات موفقة للفريقين، والحراس راحوا في نفس زاوية الكرة لكن مرت منهم، وابراهيم صراحة كان أقرب لكرة محسن جوهر. ننتظر كلمة سليمان وابراهيم في الترجيح اللي كانت لهم تدخلات مميزة الحقيقة في مباراة اليوم. هل يحضروا في الترجيح أيضا بشكل فاعل؟ راح نشوف. ثانية للنصر الآن، أنور مبارك على تنفيذ الركلة الثانية للنصر. أنوار وسليمان، أنوار حطها، شالها سليمان، خلصها البريكي. الثانية بتضيع على النصر، الثانية بتضيع على النصر، وفي مباراة الحراس البريكي يقول الكلمة الأولى في ركلات الترجيح. البريكي يقول الكلمة الأولى في ركلات الترجيح. ننتظر رد ابراهيم، ننتظر رد ابراهيم المخيني. الركله الترجيحيه الثانيه لصحم الان. عبد العزيز الشموسي، الجماهير على اعصابها، الكل يترقب وينتظر. الشموسي وين راح تكون؟ عبد العزيز الركله الثانيه لصحم، تنحط، يا سلام، الله 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 على هدوءك على روعتك. كرة تسكن في مرمى النصر والثانية مسجلة لصالح صحب. شايفين إبراهيم توقع أن يسددها الشموسي في المنتصف ولكن أرسلها على يمينه. الآن الركلة الترجيحية الثالثة،
للنصر. الضغوطات تزداد على لاعبي النصر بعد أن ضاعت الثانية. الآن البديل فيصل البلوشي على تنفيذ ركلة الترجيح الثالثة. فيصل النصر، فيصل حطها جول، حطها فيصل ويسجل الثالثة لصالح النصر، الثالثة ناجحة للنصراوية. نعم سليمان من جديد لنفس الزاوية يذهب ولكن كانت عالية شوي. نعم إنها مباراة الحراس. سليمان قال كلمته في ركلات الترجيح والمخيني يبحث عن فرصة أخرى. الثالثة لصحم الآن. النيجيري مايكل على تنفيذ هذه الركلة. مايكل لصحم الآن. مايكل يا سلام، الله 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 الله، تنفيذ في غاية الجمال. وثلاثة من ثلاثة لصحم، ثلاث ركلات ترجيح ناجحة. وبدأ يقترب شيئا فشيئا من الربع نهائي ومن العبور للدور القادم للكأس الغالية. ركلة قادمة لصالح النصر، ركلة نصراوية قادمة. هل تأتي بالجديد أما تذهب هي الأخرى؟ راح نشوف الرابعة للنصر. ترقب وانتظار. عبد المجيد الأحمدي يا سلام، سجلها عبد المجيد الرابعة. نعم مسجلة لصالح النصر. عبد المجيد يذهب لإبراهيم وكأن لسان الحال يقول يلا يا إبراهيم دورك الآن يا إبراهيم. لكن تنفيذ جميل جدا قوية في منتصف المرمى، تأسكن مرمى صحم. الرابع الآن موهي جوزيف اللاعب الإيفواري قلب الدفاع اللي قدم مباراة كبيرة اليوم على تنفيذ الركلة الرابعة لصالح النصر. هل يفعلها موهي لمصلحة صحم؟ الآن ضاعت. نعود للتعادل من جديد. قائم النصر كانت له كلمة، يبعد كرة موهي وبالتالي ثلاث ركلات ترجيحية مسجلة للفريقين. التعادل مرة أخرى. نذهب الآن لركلة الترجيح الخامسة، الترجيحية الخامسة. مباراة دراماتيكية مستمرة حقيقة بتكافؤها من البداية. النصر الآن عبد الله نوح كابتن الفريق، هل يسجلها نوح في حواره مع سليمان البريكي؟ عبد الله نوح للنصر تلحظ. يا سلام في غاية الروعة هي الأخرى في التسعين على يمين سليمان البريكي اللي راح في الزاوية اليسار. شوفوا معاي التنفيذ الجميل المتقن من عبد الله نوح. الأخيرة دائما يكون فيها من الضغط الشيء الكثير ولكن ينجح عبد الله نوح باقتدار. نعم والمدربين في العادة يركزوا على أول المنفذين وآخرهم بأن يكونوا الأفضل. مين الآن من جانب صحم؟ محمد بلح اللي سجل الهدف الأول. ركلة الترجيح الخامسة هل تسجل لصحم الآن؟ محمد بلح والمخيني، من يكسب هذه المواجهة؟ بلح الآن لصحم، كرة بتلحق، خلصها المخيني، خلصها إبراهيم. النصر للربع نهائي فعلها الملكي، خلصها إبراهيم في مباراة الحراس. إبراهيم المخيني يترك البصمة الأوضح ويقود النصر لدور ربع النهائي. الله 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 الله، مباراة دراماتيكية جميلة. نعم حبست الأنفاس حتى الركلة الأخيرة،
خلصها المخيني، خلصها ابراهيم، قلناها نعم مباراة الحراس، وكان للحراس كلمة في ركلات الترجيح، وبالتحديد لابراهيم المخيني. النصر ينجح، النصر يعبر، النصر يتفوق، النصر يكسب. التحدي الكبير في مواجهة صحم، وبالتالي نعم ينتقل ويصل إلى دور ربع النهائي من الكأس الغالية. يا لها من مباراة جميلة الحقيقة من الطرفين. صحم كان الأفضل في فترات، تقدم والنصر عاد بعد ذلك، ومن ثم صنع منظومة دفاعية متميزة قادته لأن يصل لركلات الترجيح التي حسم من خلالها الأمور ليعبر للدور القادم. ألف 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 مبروك لصالح النصر، وحظا أوفر لصحم في قادم المواعيد، وبالتالي المتأهلين حتى الآن لدور ربع النهائي هم أندية صور والنهضة ونادي عمان ونادي عبري ونادي العروبة، والآن ينضم لهم نادي النصر بانتظار طبعا المواجهتين المتبقيتين. الحديث عن اللقاء الكبير الذي يجمع أو الذي سيجمع ظفار وسيب، وأيضا المباراة الأخرى التي ستجمع الشباب بالرسال. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، هكذا نصل للختام، وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل بقيادة المخرج الأستاذ محمد البكري. الكلمة الآن تعود من جديد للزميل العزيز بدر الغيثي ولضيوفها الكرام في الأسود. فرحة كبيرة لهذه الجماهير القليلة في مجمع صحار الرياضي بعد فوز نادي النصر ووصوله إلى دور الثمانية من بطولة كأس مولانا السلطان المعظم، بعدما نجح النصر من قلب تأخره في شوط المباراة الأول إلى